بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. زي ما حضراتكم تعودتوا معانا بيبقى النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه النهارده عندنا اخبار كتيره جدا لألعاب كتير جوه النادي الاهلي، منها اللي خلاص في قبل النهائي ومنها اللي لسه في التمهيدي، في منهم اللي بره وهيطلع يلعب بطولات برضو من بره بره. عندنا اخبار كتيره جدا لان يعني احنا النهارده نعتبر في الثلث الاولاني من اي موسم، ففي احداث كتير جدا بتحصل. ده هيبقى النص الاول. النص الثاني من حلقتنا بتبقى فقره حواريه. الحقيقه الكره الطائره في الرجال النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بدا رحله التصحيح في قطاع الكره الطائره يعني بشكل عام، وزي ما حضراتكم عارفين الرياضه عباره عن كيرف اب اند داون، فانت وضع طبيعي جدا انت في الاوقات اللي تكون فيها او تعودنا في النادي الاهلي اوقات لما بيكون في الكيرف بينزل او يكون الكيرف فيه بعض الهبوط بيتدخل مجلس الاداره والنشاط الرياضي بقرارات منها انه يعيد تاني الفريق لمساره وياخد المنحنى للارتفاع مره اخرى، وده اللي تم مع فريق او فرق الكره الطائره. بدانا الموسم ببطوله مهمه لفريق 19 سنه للشباب للكره الطائره واللي فازوا بمنطقه القاهره. منطقه القاهره اكبر منطقه فيها منافسات وبيكون فيها على الاقل 3 4 فرق بينافسوا على الجمهوريه. طبعا بعد ما بيتضم ليهم فرق اسكندريه بيبقى الغالبيه او الفرق اللي بتنافس من القاهره. نجح فريق 19 سنه او تحت 19 سنه للكره الطائره بحصد لقب بطوله القاهره كاول بطوله الحقيقه النهارده نحتفل بيها وفي قطاع الكره الطائره بشكل عام، وبدايه لتصحيح المسار. الجيل ده الحقيقه فيه مجموعه من اللاعبين جيدين جدا جدا وبيتم تصعيدهم للفريق الاول والاستعانه بيهم، ده بالاضافه ان هم ادوا اداء كبير جدا في كاس العالم اللي فات وبطوله العالم اللي فاتت، ويعني منهم من حقق ارقام على مستوى العالم بشكل كبير. اللعيبه دي هتبقى معانا هنتكلم معاهم عن كل شيء، عن البطوله وعن مشاركه اللاعبين او يعني تجربه او خبرتهم من مشاركتهم مع منتخب مصر فادتهم ازاي. ده هيبقى النصف الثاني من حلقتنا. نبتدي اخبارنا الحقيقه بكره اليد. هنبتدي بمنتخب مصر ومشاركته في مباراتين وديتين مع المانيا. اتلعبت مباراه في المانيا وتعادلنا فيها 31-31. طيب ليه المعسكر ده؟ المعسكر ده استعداد لبطوله افريقيا اللي هتتعمل في مصر ان شاء الله في شهر يناير اللي جاي، تحديدا هتكون في الفتره من 19 ل 29 يناير اللي جاي، وهتحتضنها طبعا ارض مصر. الماتشين، الماتش الاولاني كان ماتش يعني صعب جدا، وكان انتوا عارفين فريق المانيا مش محتاج اتكلم عنه. انت النهارده بتلاعب المانيا في المانيا، وطبعا المانيا بتجرب وانت كمان بتجرب، وتنتهي المباراه بالتعادل في الاثناء اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي بتتلعب المباراه الثانيه، وان شاء الله هنقول لحضراتكم النتيجه عقب انتهائها مباشره. في سباعي شارك مع منتخب مصر من النادي الاهلي، تم استدعائهم من المدير الفني خوان كارلوس باستور اللي استعان بيهم واللي شاركوا بشكل كبير مع المنتخب واللي هيكون ليهم دور كبير ان شاء الله في بطوله افريقيا القادمه. مين لاعبتنا او لاعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي؟ ابراهيم المصري طبعا صخره الدفاع، احمد هشام سيسا، محمد مجدي، احمد خيري، محسن رمضان، احمد عادل، ياسر سيف، معظم هؤلاء اللاعبين اللي انا قلت اساميهم كنا من سنتين بنقول عليهم شباب ناشئين صغار في السن، النهارده اصبحوا يعني اعمده من اعمده منتخب مصر الكبير، وبالتالي اصبحوا يعني اعمده النادي الاهلي. زي ما قلنا ان النادي الاهلي اختار الطريق الاصعب انه يبني فريق من الشباب، والحمد لله الان بنجني ثمار هذا الطريق، ان انت الحمد لله عندك فريق يستطيع المنافسه وحصد البطولات 7-8 سنوات قادمه، وتبقى دي سياسه ثابته في النادي الاهلي. بنعمل ريبليس بالصغير ونبني دايما فريق متوسط اعماره صغيره مع خبرات كبيره، ان شاء الله نقدر يعني نحافظ على اداء او فرع كره اليد الرجال. لاعبتنا السبعه دول الله يكون في عونهم بعد ما يخلصوا مباراتين المانيا مش هيرجعوا على مصر، هيطيروا على السعوديه تحديدا مدينه الدمام في الشمال الشرقي من المملكه العربيه السعوديه، عشان ينضموا الى فريق النادي الاهلي في منافسات بطوله العالم، والنادي الاهلي بيشارك فيها للمره الثانيه طبعا على التوالي، دي ثاني مره على التوالي. طبعا النادي الاهلي حقق المركز الرابع في البطوله اللي فاتت، نتمنى ان شاء الله السنه دي ميداليه في هذه البطوله. البطوله هتتلعب في من الفتره من 7 ل 12 نوفمبر الحالي. طبعا لعيبه هنا كانت محتاجه راحه، بس طبعا ما فيش راحه، انت هتخلص مباراتين المانيا هتطلع على السعوديه. مشوارنا طبعا الثلاث هيبتدي في بطوله العالم بمواجهه قويه مع النور السعودي. خلي بالكم الفرق السعوديه النهارده بتتطور بشكل مذهل، زي ما حضراتكم عارفين في طفره رياضيه كبيره في المملكه العربيه السعوديه، وبقت يعني خلاص قبله رياضيه كبيره، وهتحتضن من هنا طبعا يعني يمكن 10 15 سنه قادمه
هتحتضن الكثير والكثير من البطولات الدولية. فالنهاردة الفرقة السعودية بقت فرقة قوية، فماتش النور السعودي ليس بالسهل أبدا. ويوم الخميس هنلاعب المنافس التقليدي، أيوة المنافس التقليدي لأن احنا لعبناه في بطولة البوسنة في الفاينل برشلونة. لو تفتكروا حضراتكم كنا زعنا المباراة دي على الهواء مباشرة في قناة النادي الأهلي في البوسنة، بيتعادل لقاء تاني مع البرشلونة. أكيد بإذنك يا رب هيكون مباراة أفضل لما بتلاعب فريق مرة واثنين وثلاثة مهما كانت قوته، بتتجرأ عليه وبتاخد عليه وبتاخد على أدائه. نتمنى إن شاء الله الفوز، ليه لأ؟ محدش يعرف، ممكن احنا انتهت المباراة فرق 3 أهداف في بطولة البوسنة، ليه لأ؟ يمكن الشوط الأول أدينا أداء يعني مش بالقوة الكبيرة، أتذكر الشوط الثاني أدينا وعوضنا وطلعنا كسبانين الشوط الثاني، ولكن فرق الشوطين طلع لصالح برشلونة 3 أهداف، ليه لأ؟ خلينا نحلم إن شاء الله نقدر نحقق ميدالية في بطولة الجلوبال سوبر أو سوبر جلوبال أو بطولة العالم لكرة اليد. هنروح لكرة اليد سيدات. النهارده هم لعبوا 5 مباريات الحقيقة في الدوري، كان نهايتها مع نادي الشمس بدوري عمومي سيدات النادي الأهلي، والحمد لله استطعنا السيدات بقيادة كابتن محمد عادل زورة المدير الفني القدير بالفوز على نادي الشمس بعد مباراة صعبة 27-25 في الماتش اللي اتلعب امبارح. طبعا بنقول لهم ألف مبروك، نتمنى ثبات الأداء. مش محتاج طبعا أفكر حضراتكم أن هذا الفريق هو حامل اللقب الدوري والكأس العام الماضي بعد منافسة زي الرجال بالظبط، بعد منافسة شرسة السنة اللي فاتت مع أكثر من فريق. الأهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي 6 أكتوبر يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله، وده طبعا 5 فوز على التوالي. خلينا أذكر حضراتكم بال4 مباريات اللي فزنا فيهم الماضيين. كانت أول مباراة على حساب البنك الأهلي 48-13، وبعد كده سموحة في اسكندرية 23-18، وبعد كده كسبنا سبورتنج 20-19، وبعدين كسبنا الطيران بنتيجة 34-19 وصولا إلى مباراة الشمس اللي أنا بتكلم عليها وانتهت بالفوز 27-25. ألف مبروك، نتمنى الحفاظ على الأداء، وأتمنى هذا الفريق السنة دي بعد مشاركته الأفريقية الأخيرة والقبل الأخيرة، يعني بقاله 2 سنين بيشارك في أفريقيا، أكيد في تطور مذهل الحقيقة في المستوى والخبرات والاحتكاك. نتمنى إن شاء الله الاستمرار على كده، والحقيقة يعني فريق السيدات أو اللاعبات على قدر كبير دلوقتي من المسؤولية في كرة اليد. هنروح لكرة السلة رجال، والحقيقة أنا عايز أتوقف شوية قبل ما أتكلم عن الخبر. طبعا كلنا تابعنا كرة السلة، يمكن فزنا ببطولة السوبر المصري في اتلعبت في طبعا دولة البحرين في العاصمة المنامة، وفزنا فيها الحمد لله على نادي الزمالك وحصدنا بطولة في أول الموسم ده بعد مشاركتك في بطولة العالم وبعد مشاركتك في البطولة العربية. رحت لعبت السوبر، رجعت بتلعب المرتبط. خليني أقول لحضراتكم حاجة عشان أطمن حضراتكم بشكل كبير، لأنه لا يعني نخفي سرا على أحد أن في اهتزاز في مستوى فريق الرجال بعد 2.5 أو 3 مواسم من الأداء المذهل الحقيقة، خلينا نقول 2 موسم تقريبا من الأداء المذهل وحصد تقريبا كل البطولات. عايز أطمنكم بحاجة، أولا لعيبة المنتخب أو لعبتنا المنتخب هم 7 لاعبين، يمكن كان في بعض الأوان بيكونوا 8 لو ضفنا ليهم عبد الله ناصر اللي بيلعب دلوقتي في الجي ليج. الفرقة الحقيقة أو اللعيبة الدوليين اللي هم قوام الفريق مريحوش يمكن داخلين على 2 سنين. طب هتقول لي ازاي يا كابتن وفي حد كده؟ العام الاول او الموسم الاول بعد موسم شاق مع النادي الاهلي وحصد البطولات راحوا على تصفيات كاس العالم الويندوز اللي كانت بتتلعب في الصيف، وتوقفات الدوري كانت الدوري بيقف، هم ما بيريحوش ولكن بيروحوا يلعبوا ويندوز مع او نوافذ الدورات المجمعه تاهل لكاس العالم. فالحقيقه اتاخدوا يعني 2 سنين بدون توقف. فالنهارده اللعيبه لعبت مع الاهلي، راحت لعبت التصفيات، لعبت تاني مع الاهلي موسم طويل السنه اللي فاتت، وبعد كده لعبت كاس العالم مفيش راحه. وبعد ما خلصت كاس العالم رحت على كاس العالم مع النادي الاهلي، رجعت على بطوله عربيه قويه جدا، وبعد كده رجعت على كاس السوبر المصري، وبعد كده بتلعب دوري المرتبط. مين في العالم يقدر يتحمل هذا الحمل؟ مستر اجوستي بوش عنده حاجه من 2، يا يفضل دايس ومكمل، يا يدي للعيبه راحتها وينزل بالكيرف قاصد. ايوه قاصد، انا كنت لاعب في يوم من الايام وعارف يعني ايه هذا الفكر، وبيتقال في اوض اللبس ازاي وبيتناقش ازاي في الاجهزه الفنيه. انا لما اخد الكيرف لتحت قاصد احسن ما ينزل مني وانا مش قاصد. طب ازاي؟ هتقول لي يا كابتن اولا هو مريح ايهاب امين، احد يعني افضل لاعب، مش احد، افضل لاعب في مصر. النهارده بيلعب فرق الشباب حتى لو بيخسر، النهارده زي ما انتم شايفين في الصوره دي صورتين لاتنين شباب لعبوا مع الفريق الفتره اللي فاتت. هتخسر مفيش مشكله. طب الخسائر دي اقدر، عمرو زهران ما لعبش الماتش اللي فات بتاع سبورتنج. هتقول لي انت بريح اللعيبه؟ طب اللعيب ما بيشتكيش من حاجه؟ لا، لازم يريح، لازم يفصل، لازم يبعد، لازم الضغط العصبي، ما ينفعش انت عندك اي مكنه في البيت، اي ماشين انت بتشغلها، عربيتك،
ثلاجتك تكييفك لازم يفصل، اللعيبه دي ما بتفصلش. فالنهارده لازم اخد الكيرف وانزله، انا قاصد ابعد اللعيبه عن الملعب، ما شاركهمش حتى لو هخسر. طب هتقول لي يا كابتن النادي الاهلي، تمام، النادي الاهلي دايما بيدور انه يكسب، ومستر اجوستي بيدور على كده انه يكسب، بيلاعب الناشئين وبيلاعب المجموعه من اللاعبين الكبيره. خليني اقول لكم المحترف بتاع الفريق النهارده بيتعرض لانتقادات، لا احنا عايزين نحط 30 بونت، ده المحترفين التانيين بيحطوا 40 30 50. لو تفتكروا لاعب المحترف تومسون اللي كان بيلعب معانا ومشي ورجع وخد معانا بطولات، تعرض لسيل كبير جدا من الانتقادات حتى واحنا بنكسب. هتقول لي طب انا، افتكروا يا جماعه الكلام ده حصل. تومسون تعرض لسيل كبير من الانتقادات نتيجه ضعف تسجيله في المباريات، ولكن مع الوقت عرفنا وجهه نظر مستر اجوستي. مستر اجوستي بوش عايز بوينت جارد يخدم على الفرقه، بلغه الرياضه يخدم على الفرقه وليس هداف. النهارده انت شايفه لا انا عايز المحترف يحط 30 بونت، دي مش شغلته النهارده، انا مش بدافع، ولكن انا بتكلم على وجهه نظر فنيه. وجهه نظر فنيه، النهارده هو شغلته مش التهديف، ماكيناتك التهديفيه عطلانه اللي انت ما بتشاركهمش عشان بتريحهم، فالنهارده انت مركز مع اللي بيشارك اللي هو مين؟ المحترف. طب سجل، طب ما ده مش دوره، امتى تحاسبه؟ لما الدايره تكتمل. لما ادواتك التهديفيه تكتمل، بوينت جارد بيخدم على الفرقه يكتمل، السناتر بتاعتك اللي هو الطيران بتاعك سواء في الدفاع والهجوم يكتمل، شكل الفرقه تبقى واقفه على رجليها معنويا وذهنيا وبدنيا وعصبيا كل شيء، النهارده تقدر تحاسب الفرق. فالنهارده فريق السله واحده واحده عليه، كل الماتشات اللي فاتت دي ملهاش اي قيمه، انت النهارده كده كده عشان تكسب لازم تفوز في مبارياتك، تقابل الزمالك تكسبه، تقابله بقى في دور الثمانيه دور الاربعه، تقابل الاتحاد في الفاينل في الاربعه، تقابل الجزيره في الفاينل، ملهاش اي حسابات، انت عايز تكسب لازم تفوز بالمباريات الصعبه اللي هتقابلها. في دور الثمانيه جات لك، اهلا وسهلا، في دور الاربعه جات لك، وخلينا نشوف اللي جاي ايه ان شاء الله. خليني اقول لحضراتكم الخبر، بعد ما تم ترتيب الفرق المرتبط دور المرتبط من الاول لل 16، احنا هنلعب ان شاء الله قناه في دور ال 16 باذنك يا رب، عشان بعد كده نتاهل لدور الثمانيه. هقول لحضراتكم القرعه هتبقى ايه. ماتشنا مع القناه هيتلعب اول مباراه يوم الاربعاء القادم يوم 8 نوفمبر، وهتبتدي بالمرتبط الساعه 4، وبعد كده الرجال يلعبوا الساعه 6، بعديها بيومين يوم الجمعه هنلعب المباراتين المتبقيتين. طيب في حالة فوزنا هنلاعب الفائز من الزمالك والطيران، هيبقى غالبا الزمالك، طبعا مع احترامنا نادي الطيران النادي كبير، ولكن احنا بنتكلم على الاحتمالات الفنية. طب انت هتلعب مع القناة، الوضع هيكون انت بتلعب مباريتين، ده بيست اوف 3 ولا بيست اوف 4 ولا ايه؟ لا ده مش بيست اوف حاجة، ده مباريتين بيتقاسوا بأربع مباريات، مباراة المباريتين مرتبط مع مباراتين كبار. كسبت 3 من 4 اتفضل اتأهل، كسبت الأربعة برضه اتفضل اتأهل. طب لو كسبت 2 منهم او تحصل تعادل بنلجا للفريق الكبير، نشوف فرق الاهداف مين اللي سجل اكتر، النقاط لمين، ليها حسبه معينه كده، صعب جدا ان يحصل فيها تعادل وبيتاهل بعد كده الفريق للمرحله اللي بعد كده. محتاجين نركز، محتاجين نركز، لان دي الادوار نوك اوت. مباراه القناه اتصور ان مستر اجوستي بوش، ده تصور ورؤيه فنيه خلال متابعتي للفريق عن قرب، يعني ان مستر اجوستي هيبتدي يعد الفريق اللي هيلعب بيه مباراه دور الثمانيه، او هيخلي شكل الفريق بشكل كبير يعني باين في مباراة القناة. طيب الزمالك عنده مباراة الطيران، هتلعب الزمالك في دور الثمانية. طب بإذنك يا رب تخطينا الزمالك، ونتمنى إن شاء الله الأمور تمشي لمصلحتنا في الوقت اللي، خلي بالكم من حتة مهمة جدا أنا عايز برضو أشير إليها، المرتبط أنت 40% معتمد على فرقتك الصغيرة، مش 40% الصغيرة 60% الكبار. فأنت النهاردة مستر أجوستي بيريح اللعيبة في الوقت اللي أنت عندك ظهير قوي، فريق 18 سنه، فريق قوي جدا جدا بيقوده الكابتن محمد اشرف توفيق، وهو جيل 2007 2006، في بعض النجوم الكبار اللي انتوا عارفينهم زي محمد خيري وغيره وغيره وغيره، مجموعه كويسه جدا وحتى الان نتائجهم كويسه. فانت النهارده باذنك يا رب، ما نقطعش على الله سبحانه وتعالى، انت معاك مباراتين المرتبط في جيبك لغايه ما توصل للفاينل، تكسب مباراه في الكبار من الاثنين تتاهل او تاخد بطوله. انا بقول لكم رؤيتي الفنيه عن قرب الفريق، ان شاء الله نتمنى كل قلوبنا ودعواتنا مع الفريق. مستر اجوستي بوش مش محتاج ان احنا نتكلم عنه ولا عن قيادته ولا عن انجازاته، خلاص الراجل يعني اثبت، يعني خلاص يعني مما لا يدع شك ابدا انه يعني كفء، وانه بيستطيع اداره المباريات الكبرى بشكل جيد. ندعم الفريق ونتمنى الفوز باذن الله. هنروح لفريق السيدات، الحمد لله في وضع افضل حالا كثيرا من الرجال، الحمد لله ما عندوش اصابات او اصابات خفيفه. اللاعبات
يعني الحمد لله في شكل جيد، هيلعبوا طبعا قبل النهائي باذنك يا رب مع سموحه ان شاء الله. المباراه هتكون يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، المباراه هتكون يوم الثلاث القادم الساعه 1 الظهر مع المرتبط، ونفس الوضع مباريتين راح يوم مباريتين، تفوز بثلاثة أو أربعة في مجمل المباريات تتأهل إن شاء الله. منتظر بإذن الله، أنت مرتبط بتاعك جيد أيضا، بيقوده كابتن ماجد سلامة، ننتظر إن شاء الله الفوز في هذه المباريات. مين بيقود السيدات؟ طبعا نجمنا الكبير كابتن طارق خيري، وإن شاء الله هتبقى المباراة زي ما قلت لحضراتكم إيه الثلاثاء مع سموحة. طب سموحة تأهل على حساب مين؟ على حساب اليوبلس، وإحنا تأهلنا على حساب مين؟ على حساب الصيد. الناحية الثانية الجزيرة وسبورتنج، واللي هيكسب هيطلع على الفاينل ان شاء الله. وطبعا يعني مش محتاج افكر حضراتكم ان احنا باذن الله هنستضيف اول بطوله للباسكتبول افريكان ليج سيدات، او اول بطوله افريقيه اللي جايه دي هنستضيفها ان شاء الله على ملعبنا، واتمنى الفوز الحقيقه. انا نفسي نفوز طبعا، لان النادي الاهلي اسم كبير ومشاركته لازم تكون كبيره لهذا الفريق، ولكن عايز نفوز كمان عشان طارق خيري. الحقيقه كابتن طارق خيري زميل الملاعب يعني هيكون حق انجاز كبير جدا، يمكن ما فيش حد في مصر حققه. اتمنى يا رب انه نفوز انجاز كبير للنادي الاهلي، وايضا انجاز كبير لطارق خيري المدير الفني، انه يكون حقق هذا اللقب مع الرجال والسيدات كاول مدير فني في التاريخ يحقق هذا اللقب في الناحيتين رجال وسيدات. طب صعب علينا؟ لا مش صعب. لو افكركم نادي سبورتنج السنه اللي فاتت على طول، بالرغم ان هو لم يتوج باي بطوله في مصر، لكن فاز ببطوله افريقيا العام الماضي، اتفتكر كانت في الكاميرون او حاجه زي كده، وفزنا فيها سيدات سبورتنج، والنادي الاهلي هنا تفوق على سبورتنج بشكل كبير جدا. خلي بالكم البطوله برضو هيستطيع كابتن طارق خيري بالاضافه للاعيبه السنغاليه اللي عندنا يكون عندنا اثنين محترفات كمان، يعني الفرقه تبقى اقوى من كده كمان. اتصور ان شاء الله ان احنا اقرب فريق حظا للفوز بهذه البطوله. طبعا الصاله هتتزين بجمهور النادي الاهلي العظيم اللي هيملى الصاله واللي هيشجع فرقته، واتصور ده هيكون الورقه رقم واحد او اللاعب رقم واحد اللي هيكون في هذه البطوله. خلينا نروح للكره الطائره سيدات، وخلاص يعني قص شريط او ضربه البدايه للموسم الجديد بقياده جديده كابتن ابراهيم فخر الدين. طبعا عارفين حضراتكم ان كابتن ابراهيم فخر الدين تولى المسؤوليه خلفا للمدير الفني القدير صاحب تاريخه الكبير كابتن حمدي الصافي، وتولى المسؤوليه بدا يتمرن مع الفريق او يدرب الفريق منذ ثلاث شهور. اول مباراه باذن الله هتكون مع اصحاب الجياد في المجموعه الاولى في المباراه الافتتاحيه في دوري السيدات للكره الطائره. الماتش ده هيكون بكره باذن الله الساعه 4 العصر على صاله الشهداء في النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. فرقتنا طبعا الفتره اللي فاتت يعني بتتمرن بشكل جيد، طبعا شروق فؤاد مؤدية الفريق، فرقتنا عملت تدعيمات كويسه بالتعاقد مع اثنين محترفات لاعيبه صربيه والثانيه من فرنسا عشان يساعدوا الفريق في السيطره ونقدر نستعيد لقب كاس مصر. واكيد الاثنين جايين في مركز الضريبه، لانه طبعا انتوا عارفين ايا الشامي حتى الان بتخضع للعلاج بعد ما عملت عمليه كبيره في كتفها واللي كانت بتلعب بيها مصابه سنتين الحقيقه، ومع ذلك ما اثرتش، بتعمل مرحله العلاج الطبيعي دلوقتي ولسه قدامها فتره الحقيقه عشان توصل. فانت كنت محتاج في المركز ده تدعيم قوي، ان شاء الله تكون تدعيمات قويه. كابتن ابراهيم فخر الدين بيمر الفريق، فاصل الفريق عن كل شيء، ان شاء الله الفرقه تعمل شكل كويس. انا عايز اقول لكم وافكركم ان الفريق هو بطل الدوري طبعا السنه اللي فاتت بعد غيابات كبيره منه في البدايه، ولكن استطاع انه يفرض كلمته ويفوز بالبطوله بطوله الدوري. لم يوفقه التوفيق في الكاس وما شاركناش في افريقيا. اتمنى السنه دي ان شاء الله ان الامور تعود الى سابق عهدها، واللي بدا بيه طبعا مسار التصحيح اللي بداه مجلس اداره النادي الاهلي وايضا اداره النشاط الرياضي عشان يحط الفريق سواء الرجال او السيدات على الطريق الصحيح. طيب خلينا نروح لنجمتنا، نجمة التنس الأرضي ميار شريف، تشارك ببطولة كولينا الدولية للتنس. طبعا حضراتكم عارفين ميار هي بنت النادي الأهلي ولاعبة التنس صاحبة الأعلى تصنيف في مصر في التصنيف العالمي، هتشارك طبعا في بطولة كولينا الدولية وتتلعب في تشيلي في الفترة من 13 و19 نوفمبر اللي احنا فيه. ميار بتحتل دلوقتي المركز الخمسين، ده مش أحسن مركز ليها، هي جت قبل كده في مركز تقريبا حاجه و30 على ما اتذكر، ولكن طبعا نتيجه الاصابه وعدم التوفيق في المباراتين 31 اشكرك 31 كان المركز الافضل ليها وكان الافضل لمصر كلها، يعني ما حصلش قبل كده ان في لاعيبه مصريه وصلت للمركز ال 31 عالميا. ميار حملت لقب البطوله دي السنه اللي فاتت وفازت على بطله اوكرانيا كاترينا
في بنتيجه 2-1 في الفاينل. نتمنى ان شاء الله تفوز بالبطوله دي. مستنيين الكتير طبعا من بنت مصر ونجمه النادي الاهلي عشان ان شاء الله تخش من التوب 10. مش صعبه ولكن محتاجه مجهود ومحتاجه تركيز ومحتاجه توفيق، لانه زي ما حضراتكم شايفين من بطوله اسبانيا لامريكا لفرنسا لتشيلي للبرازيل لكوريا، يعني لاعبات التنس او لعيبه التنس شايل شنطته بيلف العالم كله عشان يجمع نقاط ويرتقي بتصنيفه العالم. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، انتظروا. اهلا بحضراتكم من جديد، واتكلمنا يمكن في اول حلقه عن فريق كره اليد منتخب كره اليد واللي تعادل مع المانيا في مباراه وديه، وكانت المباراه الثانيه شغاله دلوقتي، ولكن منتخب مصر الحقيقه يعني خسر من المانيا فرق هدف 28-27. طبعا اكيد مباراه جيده برضو واستفاده كبيره، وان انت تخسر من المانيا فرق واحد في المانيا اكيد بعد مباراه قويه ده يدل ان منتخبنا ماشي على الطريق الصحيح. نتمنى له كل التوفيق، وافكركم الماتشات الوديه دي استعدادا لبطوله افريقيا اللي هتتلعب في يناير القادم على ارض مصر باذن الله. كل التوفيق لمنتخب كره اليد. وبخبر ميار الشريف اللي كان قبل الفاصل، دي كانت نهايه اخبارنا المحليه واخبار او الاخبار داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا المحليه، هنبتدي بفريق الحقيقه هو بياخد منافسات قويه جدا، فريق الهوكي او الهوكي الارضي منتخب مصر. الحقيقه يمكن مش واخد حقه اعلاميا بشكل كبير، ولكن ده دورنا ان احنا نتكلم معاه. انتوا عارفين ان احنا في الهوكي الارضي فريق بيتاهل ودايما بيحافظ على البطولات العالميه. احنا بننافس فرقه واحده بس في افريقيا، احنا كبارات افريقيا زي ما بيقولوا في الهوكي الارضي، احنا وجنوب افريقيا. الفرقتين برضو بالمناسبه مصر وجنوب افريقيا تاهلا الى النهائي. منتخب جنوب افريقيا يعني فاز على غانا قبل النهائي، واحنا فزنا على اوغندا 9-1 وتاهلنا للنهائي. المباراه تتلعب بكره ان شاء الله، واللي هيكسب هيطلع للاولمبياد يعني لغايه دلوقتي، واللي هيفوز بماتش النهارده طبعا هيتاهل للماتش النهارده، انا اسف ماتش النهارده فريق الهوكي هيتأهل على طول الأولمبيات اللي جايه. ونتمنى منتخبنا طبعا يقدر يعمل مفاجاه ويصعد الأولمبيات عشان يكون ثالث منتخب جماعي يصعد الأولمبيات بعد منتخب الاولمبي ومنتخب الكره الطائره، دول يبقى ده المنتخب الثالث الجماعي اللي يطلع الأولمبيات. مباراه صعبه بتلاعب جنوب افريقيا في ملعبها وارضها صعبه، ولكن الهوكي يعني الارضي دايما يعني الحقيقه بيفاجئونا بادائه. وخليني اقول لكم دايما ان هم بيبقوا يعني نجوم اللعبه دي بيبقوا من الشرقيه، الحقيقه بيبقوا دايما يعني من محافظه الشرقيه بتحتضنهم، نتمنى لهم كل التوفيق. خلينا نقول اسامي او قائمه 18 بطل الحقيقه اللي بيخوضوا النهارده المعركه، معركه النهائي والتاهل الاولمبيات. محمد جمال، محمود حسين، كريم عاطف، مصطفى منصور، مصطفى اليماني، محمود ممدوح، سعيد كمال، مصطفى رجب، اشرف سعيد، عمرو سيد، احمد عبد الحكيم، احمد جمال، احمد جنايني، محمد نصر، حسام جبران، حسام رجب، زياد عادل، ومحمد احمد علي. دول 18 بطل الحقيقه يعني بيتحدوا النهارده الظروف والملعب والجمهور عشان ان شاء الله يفوزوا ويتاهلوا لاولمبيات ان شاء الله باريس 2024. كل التوفيق لهذا المنتخب، وان شاء الله يا رب في حاله تاهله اكيد طبعا نتمنى انه يشرفنا هنا اكيد، بالرغم من اللي يعني احنا ما عندناش هوكي ولكن دول بيمثلوا مصر، يا رب الفوز ليهم باذن الله. طيب هنروح لخبر اخر يمكن ايضا ما خدش حقه بشكل كبير، ولكن كان بيتلعب في مصر من 3-5 يعني نوفمبر اللي احنا فيه، بطوله رفع الاثقال او بطوله المونديال رفع الاثقال البارالمبي. تعرفين حضراتكم ان احنا عندنا بطلين كبار، بطلين عالميين يعني شريف عثمان وفاطمه عمر، يعني دول من الابطال الكبار اصحاب تاريخ كبير في رفع الاثقال البارالمبي. المهم البطوله دي كانت في مصر ومصر حققت فيها انجاز كبيره وسطرت ملحمه كبيره بالفوز ب 32 ميداليه. خلينا استعرض مع حضراتكم الميداليات، وبالمناسبه البطوله اتلعبت في صاله الدكتور حسن مصطفى زي ما ذكرت سابقا من 3-5 نوفمبر اللي احنا فيه. الميداليات جت كالاتي: 14 ذهب، 13 فضه، 5 برونز. بدأنا المشوار وحققنا 11 ميدالية في اليوم الأول، وبعدين حققنا 15 ميدالية في اليوم الثاني، واختتمنا المنافسات بتحقيق 5 ميداليات في منافسات الزوجي رجال سيدات والزوجي المختلط. دي لقطات طبعا وصور من البطولة. البطولة شارك فيها 70 لاعب ولاعبة من 12 دولة، هم إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، إستونيا، المجر، ملاوي، غينيا، كينيا، مصر. دول الفرق اللي شاركت في بطولة العالم أو مونديال رفع الأثقال، وطبعا غاب عنهم طبعا شريف عثمان وفاطمة عمر اللي بيتأهلوا طبعا من إصابات عشان يعني إن شاء الله يشرفونا في المحافل الدولية كالعادة. وعشان نعرف أكتر عن البطولة دي هيكون معنا على التليفون الدكتور شعبان الخطيب، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة أو اللجنة المنظمة للبطولة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك السايس ونظام عليك. طبعا ببارك لحضرتك الانجاز كبير 32 ميداليه الحقيقه، يعني الحقيقه احنا اتفاجئنا بالرقم
كنا متوقعين اكيد يعني ميداليات كثيره، ولكن 32 ميداليه ده بياكد قد ايه الحمد لله احنا ماشيين عن الطريق. كلمنا عن البطوله، عن الفرق المشاركه، ظروف استضافتها، والحمد لله خرجت بشكل جيد. اتفضل يا دكتور. اولا مبروك لمصر عدد الميداليات الجميله اللي احنا حققناها في البطوله بفضل اولادنا الابطال وفضل رفع الاثقال. يعني رفع الاثقال هي يعني اللعبه السباقه اللي هي حصيله مصر في الدورات البارالمبيه كلها من خلال رفع الاثقال. عندنا ابطال عالميين، ابطال حققوا المستحيل في الدورات البارالمبيه السابقه. البطوله احنا تشرفنا يعني مصر ان هي تنظم بطوله كاس العالم لرفع الاثقال البارالمبي التي اقيمت في الفتره من 3 ل 5 في صاله حسن مصطفى. الحمد لله بفضل من ربنا كانت الحصيله النهائيه لمنتخب مصر ببطوله العالم 11 ميداليه ذهب، 11 ميداليه فضه، 4 ميداليات برونزيه. ده للفردي. بالنسبه للجماعي حققنا النهارده اليوم الثالث 3 ميداليات ذهبيه و2 فضه و1 برونز. اصبح حصيله الميداليات بتاعتنا 32 ميداليه. يعني الانجاز التاريخي ده اللي اولادنا استروه النهارده في بطوله كاس العالم يضاف لرصيد اللجنه البارالمبيه بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلس الاداره المحترم اللي بيدير بكفاءه عاليه جدا جدا. وبرضه الانجاز ده لازم ننوه عليه، مش جاي من فراغ. القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لا محدود لذوي الهمم واعطائه الضوء الاخضر مع وزارة الشباب ان هي توفر كل الدعم لابطالنا للفترة اللي جاية، ان احنا تمثيلنا يبقى تمثيل الانجاز ان احنا نعمله في باريس 24. نعم. طيب يعني دكتور طبعا اكيد يعني كلام محترم ونتيجه محترمه جدا جدا، بس احنا برضو عينينا على الدوره البارالمبيه في باريس 2024. يعني كلمنا عن الاستعدادات، رؤيتكم ايه؟ مخططين مشاركه كام لاعب؟ يعني كلمني اكتر عن باريس، لان خلاص احنا بنتكلم النهارده في اقل من سنه هتنطلق الدوره البارالمبيه او يمكن سنه تقريبا، فشايف حضرتك ازاي الطريق وانتم بتخططوا ازاي؟ الفترة اللي فاتت دي حضرتك يعني احنا النهارده يعني في مدرب اجنبي جبناه لرفع الاثقال، ودي اول جزئية بنعملها. يعني الالعاب التانية كلها احنا بدأنا نشوف الفكرة دي ان احنا نجيب مدرب اجنبي، والراجل برضه بقاله دلوقتي معانا يعني 3 شهور 4 شهور، يعني على اساس ان هو ياخد مع اللعيبة ويتناغموا مع بعض. دي جزئيات ان انت تجيب مدرب صاحب فكر ومدرب يعني هيقدر يدي، ومعاه الابطال البارالمبيين السابقين اللي هم الجهاز المساعد بتاعه. المعسكر اللي معمول، وبرضه اللجنه البارالمبيه عملت دعم للابطال بتوعنا بالناشئين، ومدرب خاص بالناشئين موجودين جوه المعسكر. ممتاز. على اساس ان هم تكون الذخيره بتاعتنا للفتره اللي جايه. احنا مش بنبص برضو يعني رغم ان سيادتك اتكلمت في حته باريس فاضل لها سنه، التخطيط اللجنه البارالمبيه باريس محطه للدوره البارالمبيه السابقه، يعني الموجود دلوقتي عناصر جيده هتبقى باريس وما بعد باريس ان شاء الله. اللي موجود دلوقتي في بعض من اللاعبين اتأهلوا لباريس، واحنا النهارده زي مثلا على البطوله اللي كنا فيها النهارده بطوله كاس العالم بتتعمل في القاهره، هي بطوله يعني بتساعد للتصنيف الطبي، واللي هي بتساعد ان هي تكون محطه للناس اللي ما تأهلتش تتأهل عشان تشارك في الدوره البارالمبيه القادمه ان شاء الله. طب برضو يعني اكيد يعني مش هنتكلم عن رفع الاثقال البارالمبي الا ما نعرف اخبار طبعا شريف عثمان وفاطمه عمر، اخبارهم ايه؟ التاهيل اخباره ايه؟ هل هنشوفهم في بطولات قبل باريس ولا هيتاهلوا ازاي؟ يعني طمنا على النجمين الكبار اصحاب التاريخ الكبير طبعا ولم نعتز بيه. احنا زي ما قلت لحضرتك بتبقى في محطات لحد خلال السنه ديت كذا بطوله عالميه،
البطوله العالميه ديت كل زي ما قلت لحضرتك النهارده البطوله ديت بتساعد للتصنيف الطبي. نعم. لما بنساعد للتصنيف الطبي ونوصل برضو مثلا في بطوله العالم اللي جايه بالنسبه للرمز اللي او الرموز اللي حضرتك اتكلمت عنها كابتن شريف عثمان وكابتن فاطمه عمر وكابتن رحاب، احنا عندنا عناصر انت حضرتك يعني ببقى سعيد ان انا الاقي الكل حافظ اسامي اولادنا اللي احنا كنا مفتقدينها قبل كده. يعني انا بطل بارالمبي سابق وعضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه، بس انا كنت بلعب العاب قوه. يعني الاهتمام بالرياضه البارالمبيه في الوقت الحالي اختلف كل وجزء، يعني انا جايب ميداليه في دوره اطلانتا سنه 96. ما شاء الله. النهارده بعد اذن حضرتك كل اللي احنا ما قدرناش نحققه واحنا لاعبين، النهارده في مجلس الاداره عندنا ثلاثه من الابطال البارالمبيين السابقين جوه مجلس الاداره. يعني اللي احنا يعني احنا عندنا يعني طاقه ان احنا نوصل في النهايه لتمثيل مصر المشرف في الدوره البارالمبيه القادمه، وان شاء الله نرجع نهادي الشعب المصري والقياده السياسيه ووزاره الشباب بميدالياتنا ان شاء الله في باريس 24. طبعا دكتور شعبان الخطيب عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه ورئيس اللجنه المنظمه، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه انا بحييك على الحقيقه دكتور كمان على يعني ان انت عايز، خليني اتكلم بكل صراحه، يعني بيعجبني من كلام المسؤولين لما بيكون هو عايز يذلل العقبات للجيل اللي موجود اللي هو شافها. يعني انا اتبسطت جدا لما بيقولوا ان في ثلاث ابطال بارالمبيين موجودين في مجلس الاداره، كل طاقتهم وكل شغلهم ان هم بيخلوا الجيل اللي موجود دلوقتي في ظل توفير كل شيء لاصحاب الهمم وفي كل النشاطات الحقيقه، سواء من وزاره التضامن، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه البارالمبيه المصريه، من كل الاتجاهات في دعم كبير، وده حقيقه ملموس ما فيش شك. يعني ما فيش حد يقدر يتكلم ربع كلمه في هذا الاتجاه، ان في دعم بشكل كبير لاصحاب الهمم رياضيا وثقافيا وتعليميا وكل شيء. ببقى سعيد لما الاقي المسؤولين بيتكلموا ان هم عايزين يخلوا الجيل الحالي ما يشوفش المعاناه اللي هم شافوها، وده بيبقى بدايه النجاح زي ما حضراتكم شايفين. ورفع الاثقال مش محتاج اتكلم عنه، سواء بارالمبي او اصحاء، الاثنين ليهم رحله كبيره جدا في او ليهم تاريخ كبير في الرحله الاولمبيه المصريه، ونتمنى لهم كل التوفيق. نروح للخبر اللي بعد كده المحلي او الابرز محليا. في هذه الاثناء او اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي، مصر بتنظم البطوله العربيه للسباحه بالزعانف، والحقيقه مصر ماشيه فيها بشكل جيد. طب البطوله بتتلعب فين؟ في شرم الشيخ. طب ليه في الوقت ده؟ لان ده افضل وقت في شرم الشيخ، دخله الشتاء بيبقى الجو جيد، بتبقى الرياح منتظمه هناك، فبيسمح بالسباحه الاوت دور او سباحه البحار. سيطره مصريه على ميداليات اليوم الاول من البطوله العربيه للسباحه بالزعانف، ده عنوان خبرنا. منتخبنا الوطني الاول للسباحه بالزعانف سيطر على ميداليات اليوم الاول من البطوله العربيه اللي بتتلعب في مدينه شرم الشيخ في الفتره من 3 لحد 6 نوفمبر اللي احنا فيه. البطوله بتتلعب تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبتنظيم من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه كابتن سامح الشاذلي. مصر قدرت في اليوم الاول من البطوله العربيه انها تحقق 15 ميداليه بواقع 8 ذهب و6 فضه و1 برونز، وجت ورانا الاردن في المركز الثاني برصيد 5 ذهب 5 ميداليات، جم واحده فضه و4 برونز. اما تونس فجت في المركز الثالث برصيد ميداليه واحده فضه، والجزائر جت في المركز الرابع برصيد ميداليتين برونز. البطوله العربيه بيشارك فيها 7 دول، هم الجزائر وليبيا وتونس والكويت والامارات والاردن، بالاضافه الى مصر البلد المضيف. كل توفيق لمنتخبنا، لا يكاد يمر يوم اسبوع اسبوعين الا ما بتلاقي مصر بتحتضن احد البطولات الكبرى اقليميا او قاريا او عالميا. اقليميا كعربيا مثلا وقاريا افريقيا، وعالميا زي بطولات عالم. فالنهارده مصر تمتلك من البنيه التحتيه الرياضيه ما يؤهلها ان هي تستضيف كبرى البطولات العالميه. مش كده بس، انت عندك كوادر كمان النهارده تقدر تنظم ده، سواء تنظيميا سواء فنيا. الافضل الحقيقه كاتحاد من وجهه نظر الاتحاد او الجهه او الهيئه اللي بتستطيع تستضيف بطوله كبيره زي دي او بطولات كبيره زي دي وتنافس الحقيقه او تنجح تنظيميا وفنيا وتنافس على البطوله دي بشكل كبير. لازم استفاد من هذه البطولات بشقيها، الشق الاول التنظيمي والشق الثاني هو الفني. طبعا يعني ده هو الاستفاده العظمى او الكبرى، ونجح في ده كتير جدا اتحادات، خلينا نذكرها يعني على سبيل الذكر وليس الحصر. الخماسي مثلا نجح جدا بشكل كبير انه البطولات اللي بيستضيفها في مصر بتساعده في التاهل والرانك العالمي بتاعه. هنشوف اتحاد زي السلاح
الرمايه. اتحادات زي دي استفادت بشكل كبير جدا من استضافه مصر هذه البطولات. الجمباز، يعني في اتحادات كثيره استطاعت ان هي تستفاد من هذه البنيه التحتيه وان هي تخش بقوه تنافس ما في البطولات الكبيره دي، وبالتالي بتنعكس على رانكك العالمي وعلى انجازاتك على المستوى العالمي. هو ده الحقيقه الهدف منتخبات مصر، يعني في الاول والاخر اسم مصر على التيشيرت اللي ورا ده او على قميص منتخب مصر هو الاسمى. وبتلاقي الحقيقه يعني احنا كمصريين لما منتخب مصر بيلعب بننسى انتماءاتنا كلنا وبنقف ورا منتخب مصر في اي لعبه. صدقوني اللي بيحصل في الكوره بيحصل بسكيل صغير طبعا فرق الجماهيريه الكبير للكوره، ولكن انا بتكلم على مستوى الالعاب الاخرى نفس الروح بنفس اللمه بنفس الدعم لمنتخباتنا بيحصل زي ما بيحصل مع منتخب مصر الكبير لما بلاقي كل القهاوي ممتلئه وكل طبعا شاشات التلفزيون الناس قاعده قدامها في البيوت بتشجع منتخب مصر. نفس الوضع بيحصل في الالعاب الاخرى، وده دورنا احنا هنا ببرنامج الابطال ان احنا نبرز ذلك. كده الحقيقه النصف الاول من حلقتنا خلص، خلصنا الاخبار على قدر استطاعتنا حاولنا نحطها قدام حضراتكم. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستضيف ابطال منطقه القاهره كاول بطوله الحقيقه تدخل فرع كره اليد الرجال. منتخب او فريق الشباب تحت 19 سنه استطاع ان يفوز ببطوله القاهره بدون ولا هزيمه. هذا المنتخب يضم مجموعه كبيره من اللاعبين نجوم المستقبل، هنعرفهم يعني هنعرفهم بحضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واللي يمكن اللي شاف ما شفناش قبل او اللي شافنا يعني دلوقتي ما شفناش قبل الفاصل، احنا بنستضيف ابطال الجمهوريه لفريق الشباب لكره الطائره في النادي الاهلي واللي فاز بابطال المنطقه. والحقيقه كان عندهم دوره مجمعه قويه جدا كانوا بيلعبوا فيها الطيران وبتروجيت ودجله والشمس وليد وفازوا فيها في كل المباريات وبناء عليه فازوا. في البدايه برحب بالمدير الفني كابتن خالد ابراهيم مدير الفني الفريق، وده اول موسم ليه مع الفريق واستطاع ان يحقق بطوله. كابتن خالد ابراهيم اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك كابتن، شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافه. ان شاء الله يعني نتكلم عن البطوله وعن تفاصيلها، بس لازم طبعا ارحب بكابتن الفريق اللاعب انس حاتم مركز 4 مواليد 2004. اهلا بيك يا انس. اهلا بيك كابتن هيثم، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، انجاز كويس وبدايه موفقه ان شاء الله، نتمنى كمان بطوله الجمهوريه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن خالد حضرتك يعني جئت قادما من نادي الصيد بعد موسم ناجح مع نادي الصيد، انضميت للنادي الاهلي او تم طبعا تكليفك بمسؤوليه فريق 19 سنه. ابتديت ازاي؟ استعديت ازاي؟ كلمني عن البدايه وصولا بالبطوله. والله الحمد لله السنه دي اتشرفت بوجودي في النادي الاهلي، اتشرفت بوجودي مع الكابتن الكبير كابتن حمدي صافي زميل الملاعب وصديق، ويعني اتشرفت ان انا لعبت قدامه واتشرفت دلوقتي ان انا بشتغل تحتيه مع كابتن وائل عيدي، اثنين من نجوم مصر في كره الطايره. فيعني قطاع الكره الطايره ان شاء الله السنه دي نامل ان قطاع الكره الطايره يحقق كل البطولات. الحمد لله بدايه مش ب 19، الحمد لله 19 و17 و15 ابطال منطقه القاهره، وان شاء الله تكون بشره خير لبطوله الجمهوريه اللي هو ده الهدف الرئيسي بتاعنا باذن رب العالمين. توقعت ده اول ما مسكت يا كابتن بامانه؟ يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، على فكره ما فيهاش يعني زعل لما تقول لا ما توقعتش، يعني قول براحتك، هل توقعت ان انت لما تمسك الفرقه اول ما تمسكها تفوز ببطوله القاهره، خاصه ان السنه اللي فاتت لا نخفي سرا كان فيها هزه في القطاع. الاهلي عنده احسن لعيبه في مصر. كويس. يعني ده هو حلم اي مدرب ان هو يشتغل ويمسك لعيبه الاهلي. للاهلي فعلا في خامات واحسن قطاع في يعني موجود في مصر. يعني الايمان الايمان باللعيبه والايمان بالفريق ده اول طريق المكسب. طبعا طبعا، والاداره طبعا، يعني بقول لحضرتك اي مدرب حلمه يشتغل في جو زي دوت. وفعلا هي لحقت انا بنفس النادي الاهلي بقى لي كام سنه مع نادي الصيد، وحلمي فعلا ان انا اشتغل في النادي الاهلي، ان انا بشوف الخامات اللي موجوده في النادي الاهلي والخامات يتعمل منها افضل من كده بكتير بكتير. طيب بدات امتى اداتك يا كابتن؟ يعني بدات في شهر 7 8 بدأنا في شهر 7 7 كان ما عندك لعيبه في المنتخب موجوده، كان كام لاعب تقريبا؟ احنا عندنا حمزه الصافي وشريف يوسف، هم دول كانوا مع منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، خلصوا بطوله العالم بس برضه انضموا للفريق الاول. فاحنا بدانا استعداد مع بقيه الفريق، يعني اغلب الفرقه نتكلم في 90% من الفريق كان معاك، كان موجود في الاعداد. تمام، ودي حاجه كويسه. تمام. وبدات الاعداد، بدات ازاي؟ بدات تكلمني على، هل بدات فني الاول ولا بدني الاول؟ وقعدت بدني قد ايه؟ وكنت بتمرن على كام فتره في اليوم؟ يعني عايز يعني ابرز حجم الجهد اللي اتعمل عشان نوصل ان احنا النهارده بناخد البطولات دي. والله احنا بدانا من شهر 7 وشهر 8 شغل مكثف تقريبا، حاولت اوصل لمعدل تدريبي 20 ساعه في الاسبوع. 20 ساعه على 7 قول 21، يعني بتتكلم في 3 ساعات في اليوم. حاولنا نوصل للمعدل ده، وصلنا له شهر 7 وشهر 8. على بدايه البطوله في شهر 9 قللنا الحمل شويه وقللنا، فالحمد لله اللعيبه شهر 7 و8 كله
معلي الحمل بالشكل ده بالظبط. اللعيبه استحملت معاك؟ اللعيبه كانوا رجاله بسم الله ما شاء الله. ويعني والهدف كان واضح قدامنا، هدفنا بطوله الجمهوريه لغايبه عن مرحله 19 سنه النادي الاهلي للاسف بقى لها سنتين. السنه دي احنا كل شغلنا ان بطوله الجمهوريه ما تطلعش من النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله، وهيحصل. يعني الروح اللي انا شايفها دي روح يعني مختلفه، وان شاء الله السنه دي تحصل. انس ان شاء الله. يعني انت كابتن الفريق، وكان عليك برضو عبء كبير ان انت تجهز اللعيبه، انت القدوه للفرقه. يعني شايف الموسم النهارده لما ابتديناه ببطوله زي دي، كنت انت ككابتن فريق متوقع ان احنا نفوز بطوله المنطقه؟ احنا الحمد لله يعتبر كل سنه النادي الاهلي بيخش اي بطوله بيبقى عامل حمل كبير على اي فرقه بتلعبه، فبيبقى يعني ما عندناش قلق ان احنا نخسر البطوله ده بالذات بطوله القاهره يعني. ويمكن برضو بطوله الجمهوريه ضاعت منا سنتين، بس دايما نخش اي بطوله نبقى عارفين ان احنا بنسبه 99.9 ان احنا واخدينها ان شاء الله. طيب مين منافسنا في الجمهوريه يا انس؟ يعني القاهره الحمد لله احنا كان عندنا الطيران بتروجيت دجله الشمس، هتكلم معاك عن الماتشات دي، ولكن مين منافسنا ممكن يزيد عن ده في الجمهوريه؟ ممكن بقى فرق اسكندريه زي مين؟ دلفي وسموحه ونادي الزمالك برضو ونادي الصيد، دول الفرق اللي هي اللي بقى بنشوفهم في الجمهوريه ما بنشوفهمش في المنطقه بالظبط. طيب انا اتكلمني عن الماتشات، الترام بتوجيت دجله الشمس وليدو اللي احنا فزنا بعديها ببطوله المنطقه، كان اقوى ماتش من وجهه نظرك ايه؟ الماتش الصعب اللي كان بالنسبه لكم ايه؟ كان اصعب ماتش كحمل كلعيبه قصاد من لعبها كان ماتش الطيران. ليه بقى؟ اللعيبه الكواليتي بتاع اللعيبه كان قدامنا كويس يعني فريق منظم لعبهم حلو، فده كان يعتبر اصعب ماتش، بس برضو كسبناه 3-0 الحمد لله. فاكر الماتش ده كان فين؟ كان عندنا في الاهلي. كان في الاهلي. طيب يعني الطيران خد الثاني ولا مين اللي خد الثاني؟ خد الثالث. ثالث الطيران. ثالث. وثاني فاكر بتروجيت. بتروجيت. طب ما هو ماتشنا مع بتروجيت كان 3-1، هل معنى كده انه كان هو الاقوى ولا الطيران من وجهه نظرك؟ لا الطيران كان اقوى، بتروجيت احنا كنا الشوط ده بس كان ما كناش احسن حاجه، كنا لسه اول ماتش في كان بتروجيت اول ماتش واول جيم، فكنا لسه بس لسه يعني ما دخلناش اول جيم في البطوله خالص مع بتروجيت خسرتوه اللي هو لسه بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فجمعتوا نفسكم كسبتوا 3-1 والماتشات اللي بعديها كلها 3-0. طيب الاعداد لما الكابتن يعني طبعا خالد بيقول انه كان بيمرنكم تقريبا اولموست 20 ساعه او بيتارجت 20 ساعه في الاسبوع، وده رقم كبير لان انت لو تقريبا ساعتين 3 ساعات الا 10 دقايق 3 ساعات الا ربع كل يوم، الموضوع ده ما خنقكوش كلاعيبه خاصه انتوا تمرين من غير ماتشات برضو الموضوع بيكون صعب؟ لا ما خلقكوش وكنتوا ملتزمين في الموضوع؟ كان في التزام يعني من اول السنه، كان لسه في لعيبه في ثانويه عامه ولسه في المنتخب ولسه مخلص امتحانات الجامعه، فكان في الاول لسه كان لعيبه وانتظام وكده ما كانش احسن حاجه يعني، بس بعد كده بعد كام بدايه 7 و8 لا كله التزم، اللي رجع من المنتخب رجع على النادي على طول، واللي خلص امتحاناته ونزل تمرين على طول، كان في التزام. وكمان الاكتر كابتن خالد كان مركز معانا في موضوع الجيم والتمرين بالظبط كده، فدي كانت حاجه يعني كويسه لينا وساعدتنا ان احنا نكسبها. انس احلى ماتش لعبته ايه انت على مستواك الشخصي من الماتشات دي؟ الطيران بتوجيت دجله الشمس وليدو، مين ايه الماتش اللي انت حاسس انت لعبت فيه كويس؟ والله انا لعبت يعني لعبتهم كلهم كويس، بس ممكن اقربهم الطيران يعني. الطيران كان ممتاز. الطيران كان ممتاز. طب ليه قلت كده يا كابتن؟ انه كان مميز فعلا ماتش الطيران على ملعبنا يعني، عمل بالماتش كويس بالذات الارسالات كان مميز جدا في الارسالات او في الوقت الحساس في الجيم الثالث، كان الجيم القريب وقف على الارسال وعمل شغل كويس بالارسال، ضغط بالارسال ويعتبر جاب لنا الجيم ده. بص يعني حلو ان يبقى المدير الفني يعني فاكر كل لعيب عمل ايه وفاكر يعني ما يعني معلش اصل انتوا بتلعبوا ماتشات كتير. صحيح. وانا كنت لعيب مثلا ممكن العب 60 ماتش في السنه، فالنهارده انا هفتكر ايه ولا ايه؟ فالنهارده كويس ان حضرتك عارف وعارف احنا كسبنا ليه وكسبنا ازاي ودي حاجه كويسه. الحمد لله احنا كمان يعني شغالين بسكاوتنج بعد المباراه، بعد المباراه بيتبعت لهم كل لعيبه، كل ماتش بيخلص داتا بولي يعني بالظبط، بيتبعت لهم كل لعيب يبقى عارف عمل ايه في الماتش، عشان برده اللعيب ما يبقاش مصدق بالظبط ارقامه لما يحقق حاجه بالزبط. حتى لو عنده ويكنس في حته او ضعف في حته هو بيبتدي يحاسب نفسه بيساعدنا مش محتاج تكلمه. يعني انت لما تقول للعيبه احصائياتك اهي بيقراها بيحاول يحسن هو بالزبط. انت بتقول له انت نفسك اهو فبيبتدي يحسن. طيب لو احنا اتكلمنا عن الفرقه الاخرى يعني او نظره عن الفرقه الاخرى، مين القوي معانا السنه دي؟ يعني هل خلاص احنا شفنا الفرق اللي معانا في القاهره، هل الزمالك جامد السنه دي؟ الزمالك مش بنفس قوه السنه اللي فاتت بس يظل المرحله العمريه دي المرحله العمريه السنه اللي فاتت كان عندهم فرق اقوى،
بس برضه يظل ديربي الاهلي والزمالك ملوش حساب، ليه عوامل طبعا. ملوش حساب طبعا، ليه عوامل كتير طبعا. طب فرقه اسكندريه دلفي سموحه ودلفي، دلفي بطل اسكندريه وسموحه الثاني، دول يعتبروا اقوى فرقتين خارج القاهره والجيزه. بالظبط تمام. طب انس انت بتلعب مركز اربعه، مين بقى يمسك الاعلى اللي بتحب تتفرج عليه ونفسك تبقى زيه؟ يعني في لعيبه كتير، في هنا كان احمد سعيد برضه طبعا طبعا لعيب طبعا بتمنى له الشفاء طبعا، يعني طبعًا جاله رباط صليبي مع منتخب مصر، بتمنى له كل الشفاء طبعا. واحمد عزب برضه، احمد عزب طبعا. بره مصر بقى في لعيبه كتير، في امريكا جاريت، وفي لعيبه جاريت برغم ان هو يعني امريكا كمنتخب مش الاقوى على العالم، بس انت عاجبك انت 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 بس حرق. لا بس من فرق بس منتخبات القويه، لا طبعا من احسن 8 فرق او 6 فرق كمان في العالم، بس احنا بنتكلم على ايه، ان انت عاجبك طريقه لعب. بالظبط. طب انت شايف ايه اللي يميز اربعه لازم يبقى فيه؟ استقباله طبعا، استقباله دي اهم حاجه، هو ده اللي بيفرق عن اربعه واتنين. استقبال اربعه واتنين هو ده الفرق ما بينهم. استقبال اربعه لازم يكون عالي، لازم يكون عنده سنس استقبال طبعا عالي لازم. طيب وهل انت بتنمي ده عندك؟ يعني استقبالك بتنميه ازاي؟ هل بالاتفاق مع الكابتن ولا بيبقى في جرعه تدريبيه؟ بنشتغل عليه يعني، بنخلص تمرين مثلا هو بيبقى في جرعه استقبال، بنخلص ممكن نشتغل لو انا حاسس ان انا عايز اظبط حاجه معينه او كابتن شايف ان في حاجه واقعه، فممكن بعد ما نخلص نشتغل لوحدنا كده استقبال مثلا عشان نظبط الحته دي. فيعني بنشتغل على حاجات اللي احنا ناقصانا اللي الكابتن بيشوفها وانا حاسس ان انا عندي فيها نقص فيها بنشتغل عليها. طب الارسال يعني، يمكن كابتن خالد قال في ماتش الطيران انت ضغطت في الشوط الثالث اللي هو كان قريب، ضغطت بالارسال، هل انت يعني وانت تحت 17 و15 كنت مميز بالارسال ده ولا ده كان تركيز مباراه؟ لا يعني انا مش يعني بغير السيرف على طول فعلا. السيرف الموجه بالنسبه لك احسن ولا يعني انا يعني انا بلعب كله، بلعب كل يعني كل حاجه ليها وقتها، كل سيرف ليه فلوتر موجه ليه يعني اللي بيتلعب عليه بالظبط. يعني الفلوتر يتلعب على واحد استقباله مهزوز سبايك، واحد استقباله كويس بس ما بيعرفش يستقبل الجامد، على حسب الماتش يعني هنلعب يعني. بس انت الارسالات انواعها بتجيدها؟ بعرف بتجيد يعني. كابتن وانس لاعب منتخب مصر الشواطئ، وان شاء الله مسافر بكره مع منتخب مصر بطوله في تايلاند ما شاء الله، عشان كده مهاراته متنوعه، مهارات الشواطئ بتفيده جامد جدا في اللعب في الاندور. يعني احنا الاول بنشكرك طبعا، انت مسافر بكره وشرفتنا ونورتنا، دي حاجه تسعدنا جدا ونشكرك يعني ان انت جيت لنا. ولكن انا عايز اعرف ايه الفرق بقى، ايه الفرق بين اللعب الفولي بول الشواطئ والاندور طبعا في الصالات، واني اصعب من وجهه نظرك؟ هو الفرق، هو في فروقات كتير بس يعني الاكتر طبعا انت اللعب على الرمله غير طبعا اللعب في الاندور. مهلك. طبعا بيبقى محتاج نفس وفيتنس اكتر وقرايه اكتر، لازم تبقى منتلي شغال على طول عشان توفر مجهود، عشان توفر مجهود. بالظبط كده. يعني دي اكتر حاجات اظن. انت لما بتلعب مباراه في الشواطئ او على البحر وترجع تلعب في الصاله تقول يا جماعه انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتهزروا؟ دي بتبقى مشكله اول لما برجع من الشواطئ على النادي، بيبقى لسه كده في مشاكل، هايبره سنه هايبره كده، في مشاكل كده في الاداء بتاع الكوره، فبس بتتظبط واحده واحده كده. طب البطوله في البرتغال؟ ها في تايلاند. في تايلاند انا اسف. طب بطوله ايه؟ او بطوله عالم. بطوله عالم مصر مشاركه فيها 21 تحت. مين اللي بيلعب معاك؟ عبد الرحمن عابد ويوسف زكي ومازن ماجد. انتوا اربعه رايحين تشاركوا في بطوله العالم. طب يعني موقفنا ايه، وضعنا ايه، مجموعتنا ايه، كلمنا على البطوله. احنا لسه المجاميع دي بتتعرف لما بنوصل هناك، بس في فرق كتير يعني مشاركه، فرق قويه، بس احنا ان شاء الله يعني هننافس كويس. شايفين انتوا يعني شايف المجموعه كويسه جدا بصراحه. لا احنا الاربع لعيبه ما شاء الله اجتهدوا، كلهم اجتهدوا. كمان كان معانا جهاز قوي يعني، الاتحاد كمان كان بيساندنا، كابتن عاطف وكابتن جيمي، وكان في لعيبه كتير مدربين كتير. تأهلتوا ازاي؟ كان في بطوله افريقيا فين؟ في المغرب. المغرب اخذنا فيها كام؟ مركز رابع. رابع دي تاهلنا للبطوله. تأهل. طب ليه ما خدناش اول؟ كان انا دي ما سافرتهاش، كنت في منتخب تمام مع الكبار. يعني غيابك تمام. بس كنت ليه ما رحتش؟ كان عندنا بطوله قبلها مع الكبار تمام، فيرست تيم، ف ما رحتش. ما رحناش لا، بس في فرقه راحت، في واحد اتصاب يعني لعيب مهم اتصاب، وهم بيلعبوا اتنين بس، فكان بيلعب وهو متحمل على نفسه فما قدرش. مفيش اربعه، هما اتنين. ده كويس انتوا اهلتوا. بالظبط. فهو لا، هو كان بيتحمل على نفسه. طب ليه ما حصلش ريبليس الاتنين اللي غيروا؟ يعني ما ينفعش، هي قايمه، ما ينفعش، هي اتنين بس، هما فرقتين. فاللي كان مطلوب ان انتوا تاهلوا بس، وتاهلوا الاتنين. الحمد لله. صعب جدا يلعب الماتشات دي كلها بالحمل البدني ده في الرمله اتنين بس. وبالذات وكمان ساعتها كان اتصاب كمان، جاله شرخ في صباعه، فكان
كان لود عليه جامد ان هو يكمل يعني. ان شاء الله تعمل شغل كويس وتشرفنا بعد ما ترجع باذن الله. باذنك يا رب ان شاء الله. كابتن خالد عندك بالجمهوريه بدات الاستعدادات ولا لسه ولا مدي راحه للولاد؟ احنا فرحه نبدا بكره ان شاء الله ربنا يعني. يعني انتوا فرحه من البطوله هتبتدوا بكره ان شاء الله باذن الله. طب ايه البلان بتاعتك؟ البطوله امتى؟ هتعمل ايه؟ هتشتغل ازاي؟ هتعمل ماتشات وديه ولا تكتفي ببطوله المنطقه؟ تصورتك الفنيه ايه؟ هو احنا تقريبا بنبدا فتره التعداد من اول وجديد، ان احنا دلوقتي الدور التمهيدي لبطوله الجمهوريه شغال، يخلص على نص 12، بعد نص 12 يبدا الدور الرئيسي اللي يبدا اللي احنا نشارك فيه باذن يعني الله. يعني انت عندك لغايه شهر واحد يعني على اخر 12 ان شاء الله يعني احنا بنتكلم عندك شهر ونص بالظبط، فانت هتاخد لك على الاقل 15 يوم برضو ايه او 20 يوم مفرمه برضو بالظبط بالظبط. بنبدا من اول تقريبا يعني مش صفر طبعا، بس بنبدا فتره التعداد. وانا بقى يعني احنا التارجت بتاعنا نهائيات الجمهوريه مش حتى الدور الاول في الجمهوريه. فانت هتعلي الحمل مش قلقان؟ لا مش قلقان. طيب هدفنا شهر 2 وشهر 3 اهو. شهر 2 و3 هو نهايه الجمهوريه. طب كابتن يعني الديالوج او الحوار اللي ما بينك اوكي كابتن حمدي الصافي طب رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي، كلامك معاه التوجيهات بتبقى ازاي لما قعد معاك اول ما اتفق معاك ان انت تنضم للنادي الاهلي؟ يعني كلمني عن العلاقه بينك وبين كابتن حمدي الصافي وازاي بتتناقشوا في الامور الفنيه. والله كابتن حمدي يعني شرفني طبعا بالاختيار النادي الاهلي، دي مسؤوليه كبيره اتمنى الواحد يكون. كلمك امتى؟ اول هو ما تولى المسؤوليه ولا اول في اول شهر 7 اول ما تولى المسؤوليه قال لك انا عايزك معايا وبتاع. طبعا وده شرف كبير، اتمنى اكون عند حسن ظنه ويبقى موسم كويس باذن الله. وحمدي الصافي الواحد مش محتاج يتكلم عليه، حمدي الصافي قائم من قامات الكره الطايره مخلص طبعا، ومعانا طبعا كابتن وائل عيدي طبعا برضو علامه من علامات الكره الطايره، يعني الواحد محظوظ انه شغال مع اثنين زي دول. الله يعني هو يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني هم بس سبورت لينا في كل حاجه، يعني احنا يعني اي مشكله بتواجهنا بنلاقي مساعده وبنلاقي يعني مش يعني بصراحه الواحد يعني مرتاح وحاسس ان انت جدا شغال جدا جدا متفرغ لادائك الفني بشكل كبير بالظبط. ما هي لنا الجو بصراحه في القطاع يعني مش عايز يعني الواحد مش طيب قول لي انت لما بديت الموسم طلبت لعيبه من خارج النادي ولا دول القماشه اللي كانت موجوده اشتغلت معاها؟ والله الفرقه ممتازه بسم الله، يعني انا حتى اول يعني انضم حد ولا ما انضمش؟ لا ما حدش اشتغلت بالقماشه اللي انت اللي موجوده من السنه اللي فاتت. انضم انا حتى في كلمه قلتها لهم، قلت لهم يعني انتوا احسن فرقه في مصر والناس كلها عارفه ان انتوا افضل مجموعه موجوده في مصر. صحيح. بس ناقص بقى نعمل احنا فرقه جماعيه، نحول الكلام دوت لشغل لاداء جماعي جوه الملعب. لاداء جماعي جوه الملعب، هو ده اللي ينقصنا بس في الداخل. صحيح. لكن كفردي احنا نمتلك افضل عناصر في مصر. طب انت شايف ان الكره الطائره النهارده في مصر في يعني بعد تاهلنا للاولمبياد وبطوله افريقيا فوزنا بيها هنا في استاد القاهره، شايف الكره الطائره في مصر ماشيه في الطريق الصح يا كابتن؟ طبعا. طبعا. تأهل الأولمبياد ده حاجة كبيرة جدا جدا، وفوزنا ببطولة أفريقيا ونعدي تونس بعد الكام إخفاق الحظ ونكسب اليابان هناك بالظبط، مباراة عظيمة يعني العالم كله اتكلم على مباراة اليابان كده، خدت الفرق كلها بالظبط يعني كنا موفقين جدا، وده شغل بصراحة يعني يحسب للاتحاد المصري للناس اللي موجودة في الاتحاد المصري يعني، وبيرفع أسهم للمدربين المصريين المنظومة ككل طبعا طبعا منظومة مدربين وفتنس ولاعيبة وبيتطلبوا في كل حتة بالظبط. فنجاح للاتحاد المصري بعد الموسم اللي عملوه السنة اللي فاتت والدوري والشكل الحلو بالظبط. صحيح أنا أتفق معاك. في بص في سلبيات ولكن إحنا يعني شايفين إيجابيات ومحدش ينكرها، وأنت أدائك كاتحاد وإخلاصك كاتحاد بيظهر شغلك تمام. فانا شايف ان هم يعني بامانه لا يعني حتى الان الكره الطائره كنت بهمني اسمع راي حضرتك برضو، بس الدنيا ان شاء الله ماشيه كويس باذن الله. ان شاء الله. طب انس يعني طموحاتك ايه؟ يعني انت دلوقتي دي اخر سنه ليك في 19 ولا اخر سنه ليك؟ ان شاء الله. طموحاتك ايه؟ عايز ايه؟ ايه نفسك توصل فيه في الفولي بول؟ يعني ان شاء الله انا طموحي ان انا العب اولمبياد ان شاء الله يعني باذن الله، وان انا العب درجه اولى طبعا في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره. اتصعدت او حاجه في الفتره اللي فاتت؟ اتصعدت السنه اللي فاتت، ولا بلعب دلوقتي الفيرست تيم بس بيتش فولي بتاع الاهلي. ممتاز حلو جدا عشان تريك خبره فيها كبيره يعني. طب ولعبت ماتشات معاهم ولا لسه الفريق يعني مجرد البيتش فولي؟ لعبنا لسه مخلصين امبارح، كان في مجمعه 3 ايام لسه مخلصين امبارح الماتشات. مجمعه 3 ايام كانت فين؟ في النادي المقاولين. في ملعب مجهز رمله وكل حاجه؟ في ملعبين مجهزين. طب كم فرقه بتلعب في مصر دلوقتي فولي بول؟ لا هو في كتير، كل الفرق الدوري الممتاز بيبقى ليها لازم الاتحاد يعني الزم الفرق مرتبط كده. بالدرجه الاولى بنقط الدرجه الاولى في الاندور. ده كويس جدا ده يعني قرار هايل.
طب النادي الاهلي انتوا بتتمرنوا فين بقى؟ فوق البيتش بول بتتمرنوا فين؟ برضه في نادي المقاولين يعني. مقاولين يعني ده الفرق. هو ده النادي الوحيد في القاهره ولا في انديه كتير؟ لا في نادي اكتوبر ونادي هليوبلس ونادي الصيد. الشمس والصيد. كل دول عندهم ملاعب. كل دول فيها هنا ملاعب. نقدر احنا نستعين بملاعبهم لما نحب نتمرن؟ يعني ممكن طبعا لو النادي طلب منهم لان في تاجير للملاعب طبعا هيوافقوا عادي. بس حلو يا كابتن انه يعني الاتحاد برضو ماشي اهو يعني قرار حلو برضو من القرارات الكويسه انه ربط الاثنين ببعض لان دي لعبه اولمبيه ودي لعبه اولمبيه طبعا يعني فانت النهارده محتاج عشان يعلى باللعبه لعبه البيتش فولي فيها لعيبه كتير جدا في مصر على مستوى عالي جدا بس الفكره ان هي اللعبه ما كانتش على المستوى بالظبط مش محطوط عليها سبوت فاحنا بنحاول دلوقتي ننشر اللعبه اكتر نوري الناس بقى ان في لعيبه مصريه كتير تقدر تعمل زي اللعيبه اللي بره يعني ان شاء الله احنا بنحاول دلوقتي نوسع بقى الدايره انت بتهلك نفسك جامد يا ابني الموضوع ده بص ده الواحد بيتمشى على الرمل بيتعب يا ابني يا ابني ده الواحد بيمشي على الرمله بس يطلع من الشمسيه يروح للشمسيه اللي جنبه وبينهج كان في الاول بقى دلوقتي خدت على القصه دي رجلين ايه والشد اماميات وخلفيات وسمانات وكتف وظهر وكله بيشد كل حاجه بتشد والله بجد يا كابتن اللعب صعب قوي 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 ده انا بروح يعني ساعات بيبقوا عاملين زي شبكه كده في على البحر ونروح نشارك وبتاع ونلعب كده كعيله انا كنت زمان بقعد اقول كده برضه والله انا استحاله يعني انا يعني اعتبر ده وعد منك ان لو قلت لي ماتشين ولا حاجه خلاص بقول لك انا هقول لهم انت اللي قلت لي هو بيرجع لنا فت يعني هو احمد باشا حامل اهم الجزء البدني انه بيرجع فت الفت بس هو بقى ولا ما يفك بقى من ستايل البيتش الستايل الاندور بياخد فتره شويه ده انت على الرمله لما بتاخد خطوتين وتيجي تنط عشان تعمل بلوك ولا حاجه بتبقى فاكر نفسك هتطير تلاقي الرمله شدتك يا دوبك ايدك بتعدي فوق الشبكه قد كده لما بنرجع بقى الاندور بنحس بقى انت بتطير بالفرق بتطير لا يعني يعني طيب يعني خلينا نقول انه خطوه كويسه التارجت بتاعك الجمهوريه هتشتغل على ده ان شاء الله ان شاء الله وبدات تبتدي من بكره على الشغل ده طيب شايف اهم حاجه في المرحله اللي جايه فرقتك ايه اهم حاجه فرقتك بتسمعك اهو انس موجود وبقيت فرقتك بتسمعك اهم حاجه الفرقه الفتره الجايه محتاجه ايه هي الفرقه محتاجه تتحفز احنا ما عندناش جمهوريه بس في بطوله جديده بطوله كاس مصر الاتحاد اول مره يعملها السنه دي للجيل ده ولا لكل الاعمار؟ لكل الاعمار حلو فالسنه دي عندنا بطولتين فرصه كده ثلاثه القاهره وبطوله بالظبط القاهره وبطوله الجمهوريه وبطوله الجاي فاحنا الفتره الجايه هي الفكره بس ان احنا الماتشات متاخره شويه تمام فممكن يبقى في ملل من التدريب شويه ولا حاجه فاحنا هنحاول يعني يبقى في تحفيز لان اللعيبه تقدر تواصل تدريب لغايه لما نوصل الفتره اللي احنا عايزينها اللي هو شهر 2 وشهر 3 وشهر 4 اللي هي نهائيات الجمهوريه ونهائيات كاس مصر يكون لعيبتنا في اجهز حاله وفي افضل وبتمنى ربنا يبعد عننا الاصابات دي اي مدرب ايوه بالظبط يعني عندنا نجوم عندنا نجوم كبيره في الفرقه بتمنى ربنا يكملها معانا بالستر ويوفقنا لان احنا مهما كان انا بقول لهم برضو اللي بيتعب ربنا بيوفقه طبعا ولعبتنا فيها جزء كبير جدا من التوفيق لو غاب عنك التوفيق مهما كنت احسن لعيب في العالم مهما كنت اقوى فرقه في العالم ممكن تخسر عايز اقول لك التوفيق عندكم كمان عالي لان الكره بتبقى سريعه قوي بالظبط السكور الجديد بتاعنا ده ممكن اي حد يخسر من اي حد بالظبط الكره سريعه قوي قوي بشكل مرعب بالظبط فانت النهارده لو ما فيش توفيق ده ممكن زاويه بزاويه ضرب مليمترات بالظبط صابع قدام صابع او صابع يسبق صابع في الضرب حضرتك احنا شفناه السنه اللي فاتت في ماتشات الاهلي والزمالك في النهائي يعني الليبرو بيغلط يعني الليبرو ممتاز طول السنه بيغلط في نقطه خلص يعني التوفيق توفيق ده لو استلمها مليون مره مش هيعملها كده مش هيعملها كده بالظبط فهو التوفيق وعدم التوفيق ده مهم جدا ومش بس في الطايره بس الفولي بول الحقيقه الموضوع ده واضح بالذات في الرجال لان السرعات بتبقى عاليه قوي بالظبط البنات يمكن ضربهم زي الرجال الضرب في ده في اوقات ما بنشوفش الكره من سرعتها فما بالك انت مطالب منك تستقبل الكره زي دي الله يكون في عونكم الف مليون مبروك يا كابتن طبعا اتمنى لك كل التوفيق ونتقابل تاني ان شاء الله بعد بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله كابتن خالد ابراهيم المدير الفني لفريق 19 سنه الف مبروك نورتيني وشرفتيني انس حاتم كابتن الفريق بشكرك نورتيني وشرفتيني بنور حضرتك اعزائي المشاهدين مكملين معاكم مع ابطال منطقه القاهره تحت 19 سنه الشباب للكره الطائره هينضم الينا اثنين من نجوم الفريق ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وخليني بس قبل طبعا ما اروح لنجومنا الكبار في الملعب ولاعبتنا اللي ان شاء الله يعني مشاريع ابطال كبيره جدا قطاع الناشئين في النادي الاهلي هو طبعا على راسه رئيس قطاع الناشئين والناشئات كابتن حمدي الصافي ينزل تحت مدير قطاع الناشئين كابتن وائل العايدي الناشئات كابتن ياسر صلاح يعني ده الهرم اللي بيدير
طبعا قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي، طبعا مرورا بقى بالمديرين الفنيين لكل القطاع، بعد كده ننزل على الاكاديميات او المستوى التعليمي، ده الاستراكشر او ده الهيكل لقطاع الناشئين والناشئات للكره الطائره في النادي الاهلي. طبعا بنرحب باللاعب او لاعبنا الكبير شريف يوسف، وبالمناسبه شريف شارك مع منتخب مصر تحت 19 سنه البطوله العالم اللي اتلعبت في الارجنتين وحصل على افضل ضارب في العالم. اهلا بك يا شريف، منور. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. كنا عايزين طبعا نستضيفك من فتره بس ما شاء الله اكبر عليك، من بطوله لبطوله ما كنتش فاضي، فالحمد لله بنقول لك مبروك اكيد على الفوز، مبروك كمان على هذا اللقب، ونتكلم على الاثنين ان شاء الله. معانا طبعا احد نجوم الفريق والحقيقه ليه دور كبير جدا، وكان ضيفي قبل كده في حلقه من الحلقات، واخد على المكسب والفوز والمركز الاول دائما، معانا اللاعب محمد ياسر. اهلا بيك يا محمد، دايما واخد على الاول، مفيش هزار، اتعودت بقى خلاص. قول لي يا محمد، يعني البطوله دي كانت برضو مهمه، انت تغييرات كبيره في القطاع، مدربين جداد، فكر جديد، وده سنه الحياه، يعني مش معنى كده اللي قبل ما كانوش على قدر، لا هو دي سنه الحياه، محتاج تغيير، واللي بقى مشوا هيجي عليهم فتره يبقى هم يعني اللي موجودين على الساحه. شايف ازاي الموسم، ابتدينا ازاي، كنت حاسس ان احنا ممكن يعني ان شاء الله نفوز بالبطوله دي، يعني كلمني انت كلاعب رؤيتك للموسم كانت ازاي؟ لا احنا بدانا بدايه قويه، كانت اولها كانت بدنيا طبعا، بدنيا مع كابتن احمد شوان كانت بدايه قويه جدا، استعدينا للموسم ده مع كابتن خالد، ويعني كابتن خالد كان طبعا في الفولي وكده. لا استعدينا بدنيا، كان بيعدكم كابتن احمد شمال، كابتن احمد شمال ده استضاف كان جديد عندنا في القطاع، لسه متضاف جديد. لا هي كانت البدايه كانت قويه جدا بدنيا وكفولي ككل حاجه، فكانت يعني الشغل من البدايه حسسك ان في اختلاف، ان في في اختلاف، في اختلاف كبير، في اختلاف. طيب كنت توقعت ناخد دوت المنطقه؟ كنت حاسس ان احنا افضل فرقه يعني، ولا قلت ممكن؟ لا لا لا. يعني كنت واثق ان هنكسب الحمد لله، هي الجمهوريه يمكن اللي بتبقى فيها منافسه اكتر شويه، بس ان شاء الله السنه دي نقدر ناخدها. ان شاء الله. طيب كان في اصابات، كان في حاجه يعني السنه دي عندنا محمد؟ يعني انا شخصيا اتصبت. ايه كان عندك ايه؟ الف سلامه. جالي سبرين انكل في قبل دور النهائي، في نفس السيمي فاينل ساعتها. كنت بتلعبوا مين؟ كنا بنلعب مين؟ فأنا ماتش غالبا المعادي، حاجه المعادي. نزلت على رجل حد مدافع ولا نزلت اللعيب بتاعي انا دخل فيا؟ يعني لعيب معاك دخل فيك. انا شخصيا كنت اليمين ولا الشمال؟ اليمين. قعدت كان جامد، قعدت اسبوع اسبوع ونص كده ما بلعبش، بس لعبت ماتشين. يعني انت 10 ايام كنت في الملعب؟ بس لا وانا مصاب كنت بلعب برضه، يعني لعبت في ماتش ريحته، في ماتش الثاني كنت مضطر انزل فيه، فنزلت فيه وانا مصاب، والدور النهائي كله كنت بلعب وانا بربط اصلا كده. والله برافو عليك. طب يعني الجهاز الطبي جهزك ازاي؟ يعني كنت بتعمل ايه؟ يعني برضو عايزين نتكلم على التفاصيل، انت بتديني ايه الموضوع ده؟ بس ساده المشاهدين، الجهاز الطبي يعني قول لي بقى من بدايه بالاصابه، يوم الاصابه حصل ايه؟ اتعمل لك ايه يوم الاصابه؟ بعديها تاني يوم ايه اللي حصل؟ يعني احكي لي ازاي الجهاز الطبي في النادي الاهلي بيجهزك انت ترجع في اسرع وقت. هو انا اول ما اتصبت طبعا بقى هم رايحوني من الماتش ده، كان ماتش مش قوي يعني، ما خرجت فخرجت بره ما كملتوش، وانا اتصبت قبل الماتش ما يبدا اصلا. ده تسخين. لسه بنسخن. حد قصدك؟ اقصد بقى. لا مؤاخذه طبعا. بس طلعنا طلعت بره ساعتها بقى التلج، وساعتها كابتن وائل اتكلم في ان انا عشان ابدا اعمل جلسات وكده، دكتور ايمن كان معايا في الترابيط كل ماتش لغايه من ساعه ماتش المعادي يعني الاصابه. يعني بدات جلسات تاني يوم على طول. من ساعه ماتش الاصابه لغايه ماتش ماتش النهائي، وطبعا كان معايا بقى في الجلسات والعلاج الطبيعي وكده دكتور محروس كيرك. بتعملها فين الجلسات؟ في النادي الاهلي؟ كان في جلسات عملتها في النادي الاهلي، في جلسات بقى في الاخر عملتها عند الدكتور دكتور محروس كان معانا في الجهاز. في عيادته؟ بتعملها في عيادته؟ كير كلينك. واشتغلت يعني على نفسك لغايه ما كنت 10 ايام في الملعب؟ لغايه لما ان شاء الله الحمد لله. الله ينور عليك. طيب بص يعني انا اجي لك بقى شريف، يعني يمكن نرجع بقى قبل فلاش باك شويه، بطوله العالم الله اكبر عليك، يعني انت اذهلتنا بادائك والعالم كله، عملت نتائج كويسه جدا جدا. الحمد لله. طيب انت وانت رايح بامانه كنت متوقع ان انت تعمل كاس عالم كده؟ هو انا حد كذا حد كلمني قبل البطوله وقال لي لازم تاخد احسن ضربين بجد الصراحه. الله اكبر. كذا حد كلمني في الموضوع ده. انت على فكره انت ساعدتني بالاجابه دي. ليه؟ لانه ما جاتش صدفه، يعني الناس توقعت لك بكده. تعب. تعبنا كتير اصلا، مش انا لوحدي حتى في المنتخب كلنا تعبنا، اشتغلنا كتير قوي. احنا عملنا معسكرات قبل كاس العالم كتير قوي، سافرنا معسكر ايطاليا، عملنا بطوله كويسه جدا. خسرنا ساعتها من منتخب ايطاليا، كان ماتش في الملعب خسرنا 3-1 وخدنا تاني في البطوله دي. طب قول لي يا شريف، يعني محدش سمعنا ولا على هوا ولا اي حد سمعنا خالص، بعد ما عملت بطوله زي دي كويسه وخدت احسن ضريب، جالك فرص جامعات، جالك فرص تحترف بره؟ الصراحه ما حدش كلمني، ما حدش كلمني، ما حدش كلمني. ممكن يكون حد كلم المدربين بتاعنا، لكن ما حدش كلمني انا شخصيا على طول. سمعت حاجه مثلا ان حد كلم عنك؟ سمعت بس ما حدش كلمني انا على طول. ما كان حدش كلمك خالص؟ لا لا. طيب انا اقول لك دي حاجه تبسطني بصراحه، انا بكلمك انا راجل اهلاوي وعايزك جوه النادي الاهلي، بس هو طبيعي لما لعيب صغير بيتالق
طبيعي هيجي لك جامعه او حاجه، لان هو بيكون ده طبيعي يعني في بطولات العالم. طيب ماتشات الارجنتين، فاكر يعني احلى ماتش لعبتوه او اكتر ماتش مش هتنساه انت في حياتك مع منتخب مصر 19 سنه؟ ماتش الارجنتين اللي كان في ملعبهم جمهور، بدايه من الصاله لحد الجمهور. كان ماتش كان ماتش حلو قوي، والجمهور بالذات بتاعهم الموضوع كان حماسي قوي الصراحه. عندهم الطايره لعبه شعبيه، هناك عندهم موضوع حلو، كان حلو قوي الصراحه، كان ماتش حلو. فاكر يعني اصعب لعبه ايه او كانت امتى؟ فاكر يعني مش الماتش بقى كماتش، اللعبه اللي هي فرقت معاكم؟ لا الماتش كله كان، الماتش كله كان صعب. كان كل النقطة، لا كل النقطة فيه مهمة. الحلو فيه كمان انتهى بالفوز. الحمد لله. عارف انت كنت ممكن تعمل ماتش حلو بس تخسر. عملنا كده مع بلغاريا، خسرنا 3-2. كان الماتش ده كان ممكن ساعتها نقل لنا ثانية وناخد خامس. بس كان ماتش ملعب برضه، خسرنا 3-2. وبلغاريا خدت، كانت بلغاريا تالت عالم، في تالت عالم السنة اللي قبلها، وفي اوروبا كانت تالت برضه او رابع. فرقة كويسة. يعني انتوا يعني طب يعني شايف ان احنا ايه اللي يفرق عنهم؟ يعني عندنا ايدين ورجلين وبننط وطوال وكل حاجه. لعبتهم الصراحه وما فيش فرق كبير، يعني ما فيش فرق. في فرق احنا كنا بنلعبها، فرق يعني مثلا زي صربيا كانت رابع عالم كسبناها. بلغاريا كانت ثالث، خرجنا ماتش 3-2 كان ملعب. ارجنتين بطل امريكا اللاتينيه هناك عندهم، كسبناهم 3-1. الله اكبر. فالفرق يعني احنا شايفين احنا كنا قريبين جدا، كان هدفنا اصلا ميداليه، بس للاسف وقعنا في ربع النهائي، عملوا قرعه جوه القرعه، فوقعنا مع فرنسا اللي هي خدت اول بطوله. فخسرنا الخط الحمد لله بقى وخرجنا. طيب لو اتكلمنا عن فوزك كاحسن دريب في بطوله العالم دي، انت وانت ماشي بارقامك بتشوف طبعا الداتا فولي بتاعتك، كنت متابع، كنت شايف نفسك ماشي كويس وقريب من اللقب، ولا انت فوجئت باللقب ده؟ اصل يعني خلينا نتكلم بامانه، انت كلاعب بتخلص بتمسك السكاوتنج وبتشوف انت فين، كنت بتعمل كده ولا نسيت وسبت نفسك؟ كنت بشوف، بس في اوقات ما كنتش بركز فيها قوي، كان في اوقات اللي هو مش فارق قوي الموضوع، الاهم حاجه الفرقه كلها نكسب، واهم حاجه الفرقه والمنتخب نكسب، يعني ما كانش الموضوع ده فارق. حتى كان معانا واحد برده خد احسن سنتر بلوك في البطوله، بس ما كانش هدفنا كده، كان هدفنا ان احنا في اول حاجه الفرقه تكسب ونعمل حاجه كويسه، بعد كده بقى الجوائز دي. تعرف ان فكرك ده هو اللي بيخليك تلعب كويس؟ يعني اللعيب لما بيكون عايز يأدي كويس، بس عايز يأدي كويس لفرقته مش لنفسه، تفرق. برافو عليك. لو فكرت في الموضوع ده هتيجي في ماتش او اتنين حصل لك دروب هتبعد عن المنافسه، فانت عشان بالمنتاليتي دي. طب يعني اتعلمت ده فين؟ في النادي من وانا صغير. انا بقالي 11 سنه هنا في النادي، فاتعلمتها كتير قوي. الحمد لله. انت من ناشئين الاهلي، من مدرسه الاهلي؟ انا عندي 7 سنين. فاتعلمت حاجات كتير. ليه لعبت دايره ازاي؟ انا دخلت بالصدفه كده، كنت ماشي في النادي، كنت بلعب هاند بول اصلا والله، فكنت ماشي في النادي كان تحت كام؟ لا كنت صغير قوي، كنت بلعب في الجيش حتى مش في الاهلي، انا جيت صدفه هنا. كانت اختي وهي صغيره بتلعب هنا، فكنت ماشي بالصدفه، يلا بينا، لقيت كابتن اسلام المغربي شافني قال لي بكره تمرين الساعه 6 تعالى. بنعتب عليك. قال لك شافني كده على طول، ما قاليش اي حاجه، هو شافني كده بالظبط قال لي بكره تمرين الساعه 6 تعالى. بس لازم نحيي كابتن اسلام المغربي صح؟ لان عين المدرب تفرق، عين المدرب تفرق. هو شافك النهارده كسبنا احسن دريب في العالم، فهي في سنك، فهي دي العين. طب لما لعبت الفولي عجبتك؟ ما جاتش كره في وشك شويه؟ لا عادي، لا صباعك اتجزع وكلام ده. انا جالي كسر في خد رجلي واصابات. انا في كاس العالم ده كان عندي قطع في اصبعي اصلا، في كاس العالم، في كاس العالم دي. ايه الجمال ده؟ قبلها باسبوعين قبل ما اسافر ولا حاجه. ده عمليه يا ابني ولا يا عادي؟ المفروض يعني، بس عادي بقى، استأمن بقى مع الوقت. ايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين، بضرب اليمين ايمن. الله، وربط والعب مع اي شاب بتلعب بقطع في كتفها سنتين. والدنيا ماشيه. والله بجد الله يكون في عونك. بس خلينا يعني ارجع لك برضو يا محمد، اكيد ليك رؤيه، انت دلوقتي انت الكبير في الفرقه، يعني انت السن الكبير ولا الصغير؟ الكبير. انا كبير. طيب شايف ازاي؟ ايه طموحاتك؟ عايز توصل لايه؟ الحمد لله انتوا ماشيين كويس، وانت راجل في فرقتك مؤثر ونجم، عايز توصل لايه؟ اكيد من طموحاتي ان انا احترف بره، ابقى من الحاجات الكبيره، وان انا العب في اذا كان ان انا احترف بره او العب في الفريق الاول عند الاهلي طبعا. اكيد. طب ده الطريق ليه يتحقق ازاي؟ ما كل واحد بيبقى ليه حلم وبيبقى ليها طريق يمشي بيه، شايف هل ده محتاج تركيز؟ هل محتاج فرصه؟ هل محتاج ان انت تتواصل مثلا مع ايجنتس بره؟ يعني عندنا يوسف الصافي لعب فرنسا سنتين ورجع. مش بعيد على اي لعيب فيك، الله اكبر، انتوا لعيبه نجوم كلكم يعني. شايف ده يتحقق ازاي؟ ما لقيتلكش مكان في الدرجه الاولى، او لقيت مكان في الدرجه الاولى كمل به، ما لقيتش مكان في الدرجه الاولى يبقى لازم تاخد خبرات وترجع. شايف ازاي يتحقق الطريق ده؟ ولا انت سايب على الله؟ على الله ان شاء الله. سايب على الله. ربنا يعني يكتبه لك هو ده الخير. لو احنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، واللي يعني بنعمل وخلاص يعني، ربنا بقى يعني كاتبه لنا، انت راضي بيه، بس انت بتتعب وبتكتب. يعني محمد صلاح ما كانش في دماغه ان هو هيوصل لليفربول، كان بيلعب في المقاولين عادي.
بس محمد صلاح من تالت تاني. محمد صلاح كان لعيب كويس واتقال عليه انه لعيب وحش، فلما لقى الدنيا في مصر قفلت ما وقفش عند هنا، راح شايف له طريق بره. ما هي بس هي جت كده برضه، ما كانش هو كانش مخطط ان هو من المقاولين انا اروح العب فين. لا يعني هي لا ده كانت تدابير ربنا. صلاح سال سؤال قال له لو صحيت من النوم فجاه ولقيت نفسك عايز كل اللي عمله ده، كل اللي انت عملته ده حلم، وان انت قايم من النوم بتلبس جزمتك ورايح المقاولين العرب هتقول ايه وبتاع. قال عيد كل اللي عملته ثاني. قال لك عيد كل اللي عملته ثاني. فدي من ثالث قال لك هعمل نفس اللي عملته. فكويس انت بتفكر كده ان انت بتتمرن وبتاع، سايب على الله وهتتعامل مع الظرف ايا كان. طب مين مسك الاعلى؟ في مصر اكيد طبعا كابتن عبد الله عبد السلام. اكيد عبد الله عبد السلام. طب انت شايف ايه اللي يميز صانع الالعاب عن اي لاعب ثاني؟ ايه اللي المفروض يبقى عنده؟ اهم حاجه الهدوء والفكر، انه دايما تبقى دماغه شغاله، مين هيلعب على مين، مين فين، مين هيخلص دلوقتي، مين في الوقت ده هيبقى احسن ان انا ارفع له مثلا شريف ولا حمزه، مين هياخد كورته عامله ازاي كده بقى. برافو عليك، انت قلت كلمه حلوه، الهدوء. لو اللاعب او الكوين جارد او صانع الالعاب او ما كانش هادي او ما كانش عنده من التحكم في اعصابه، لو هو توتر في الملعب كله يتوتر، الا هو الملعب كله الملعب كله هيتوتر. طيب انت مع كابتن خالد ايه المهام اللي بيديها لك؟ ايه الخطط اللي بيطلبها منك؟ ايه الحاجات او الامور الفنيه اللي دايما بياكد عليها معاك؟ لا كابتن خالد دايما بيتفرج على الفرق الثانيه، دايما بيعمل سكاوتنج، دايما شايف نقاط الضعف، دايما هو في يعني في كونكشن دايما ما بيننا في الملعب، اللي هو مين فين، مين راح هنا، لا ده المدرب بيغير مكان اللي هو البلوك القصير من هنا لهنا قبل الماتش جوه الماتش. طول الوقت دايما في كونكشن ما بيننا، لازم نبقى مع بعض. ان لو ما ينفعش واحد فينا يسيب الثاني، ما ينفعش هو يفكر في حاجه غير ما يقول لي، لازم ابقى انا عارف عشان نعمل ننفذ اللي في دماغه. طب ازاي بتتواصلوا في الملعب بعد كل كره؟ بتروح له الخط ولا بتعمل ايه؟ لا من بعيد بقى بيبقى لنا اشاراته، هنعمل كذا اعمل كذا، ممكن مثلا يقول لهم احنا هنعمل ايه عشان هم يبقوا عارفين احنا هنعمل ايه، ونعمل حاجه ثانيه. حاجه ثانيه يعني هو بتعلنوا حاجه يعني مش شرط تعملوا حاجه. ده بالظبط. انت خبيث قوي. جدا. اهم حاجه الدهاء. الدهاء في الملعب ده حاجه. لا بقى انا كان بجد والله الدهاء صحيح يعني. انت لازم تبقى يعني في الملعب صايع في الملعب. صايع بقى، كلنا بنقول كده، خليك صايع في الملعب، خليك يعني تقدر تبقى. وده مشروع يعني، ده مشروع التمويه في الملعب. ما الرياضه كده، ودي حلاوه الرياضه، خلي بالك. شرف باحترام يعني. بالظبط. طيب صانع العاب برضو انا شايف من ضمن الحاجات اللي بتعليه قوي البلوك. لو ليه بلوك على الشبكه كويس بيعليه جدا. انا الحمد لله انا يعني ممكن اكون يعني طولي عادي، مش نظام زي الشريف وكده طويل قوي، بس لا بنط يعني جنبي عالي وباخد بلوكات كتير. يعني طول الدور السته ده النهائي انا كنت ماسك اللي هي ان انا اصلا البلوك بتاعي في الكبصير ببقى ماسك الضريب الاساسي عندهم، اللي هو بيبقى الاربعات. يا خبر ابيض. اذا كان مثلا في الطيران معاهم محمود في الطيران ده بيلعب، كان في المنتخب اصلا مع شريف. انت اللي ماسكه. فانا اللي ماسكه. كان في آسر برضو كان ده برضو جنب حمزه الصافي في المنتخب برضو مع منتخب مع شريف، ده انت اللي ماسكه برضو. خلي بالك ده بيريح المدرب. يعني المدرب لما عنده صانع العاب كده بيريحه. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش شايل همه لما يجي على الشبكه يبقى فيه ان في اضروب هنا او كده. بالظبط. فانت اكيد فاهم الكلام ده واكيد لعبته بشكل كبير. في المنتخب كنت معاهم في افريقيا. طبعا سيبنا وكنا مظبطين دايما البلوكات دي وكل حاجه. طب افريقيا اللعبه ايه اخباره دلوقتي؟ انت شايف ان افريقيا بتتطور بشكل كبير ولا؟ احنا افريقيا اخر بطوله افريقيا كانت بطوله قويه، كان داخلها كان اكبر عدد يشارك في بطوله افريقيا تحت 21 سنه. احنا في العادي البطوله دي بتبقى نظام اربعه خمس فرق، لكن المرات بتاعتنا احنا كانوا بتاع 10 فرق حاجه زي كده او 12 فرقه. فكانوا مظبوطين بقى، فكان كان في نيجيريا كان هم كاسبين اخر بطوله كسبناهم. كان في كاميرون وليبيا. ليبيا عندهم فريق كويس. تونس كان عندهم ناس اصلا محترفين بره وناس بيلعبوا في فرق الدرجه الاولى عندهم ممتاز. طب دي خبرات كويسه جدا يعني. بصراحه يعني افريقيا لما البطوله فيها كده انت بتاخد خبره قبل ما تطلع كاس عالم. طبعا ما يعني كسبناهم بطوله افريقيا ساعتها. صحيح. طب خليني شريف اسالك، انت بتصعد مع الدرجه الاولى يعني سمعت ان انت وصلت الفتره دي بعد المنتخب تصعد من الفتره معاهم بانتظام ولا حسب ماتشات فرقتك؟ لا هو في الاول صعدنا معاهم كنا بنتمرن معاهم بانتظام. بعد كده انا اصلا في 17 سنه مش مع انا بتصعد 17 كابتن خالد فكان عندي في ماتشات هنا وماتشات هنا فالفتره دي وقفت خالص. بعد كده بقى لي كام يوم رجعت تاني. رجعت تاني عشان خلصت 19 عشان خلصت 17 و19 17 فانت بتتمرن معاهم دلوقتي. فبتمرن معاهم دلوقتي. يعني شايف الدنيا ايه في الدرجه الاولى برضو يعني؟ لا كويسه. ابرز تعليماته ايه للمدير الفني الجديد؟ يعني هل يوجهك حاجه ولا انت بتخش في تمرينه ومن اثناء التمرين بيوجهك؟ لا بيوجهني في التمرين، وكل اللعيبه الكبيره بتساعدني، ما فيش حد سايبني لوحدي، كله بيكلمني وكله بيقعد يتكلم معايا ولازم تعمل كذا ويصححوا لي وكل الكلام ده. يعني تبقى سعيد بالتمرين مع الدرجه الاولى؟ اكيد. لا اكيد 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 وبتفرق في في الخبرات وفي اللعب والكلام ده كله. انت مركزك مركز احمد صلاح يعني. صلاح ده اسطوره كبيره جدا يعني. اكيد. مش عندنا في مصر بس، افريقيا وعالميا.
ايه توجيهاتك ليك؟ ايه اللي ضرب لك وبينه؟ بيكلمني في حاجات كتير قوي في التمرين. يعني في تمرين مثلا كان في كل كره باجي اضربها وواقف شايفني كل كره باجي اضربها يقول لي لا ما تعملش كده اعمل كذا. يلاقيه مثلا ضربت الكره من ناحيه كذا يقول لي لا ما تعمل كذا صح وده الصح وده الصح وده غلط ما تعملوش واعمل كذا. ما بيخلش عليك بالمعلومه. لا لا خالص. وده اللي بيميز احمد صلاح بصراحه. اي لعيب بيجي في مركزه ما بيكونش بيساعده. بيساعده لان هو لعيب نجم بصراحه ولعيب ولعيب يعني اظن ان هو خلاص عمل كل حاجه في الفوليبول. هو يعني مش وخلي بالك هو لاعب فلسطين في سنك تقريبا قال لك المعلومه دي او اصغر كمان كنت عارف المعلومه دي او اصغر كمان شويه تقريبا. لا بس الله اكبر يعني تقريبا نفس السن فانت بتعيش مع بتعيش نفس التجربه اللي هو بيعيشها يعني خير باذن الله. طيب نفس السؤال اللي سالته لمحمد بساله لك انت نفسك في ايه؟ انا نفسي احترف في سن صغير. كويس. ايه الدوري اللي انت نفسك تلعب فيه؟ ايطالي وتركي وبولندي يعني دول الثلاثه الكويسين. انت منقي الثلاثه هم دول الثلاثه الثلاثه الكويسين زي الام بي اي كده في الباسكت مثلا بالظبط تروح الثلاثه. شايف الاحتراف يعني الدنيا صعبه يعني انت بتدرس ايه الاول؟ انا لسه في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. طب وانت محمد بتدرس ايه؟ انا اولى جامعه اكاديميه بحريه كمبيوتر ساينس. هندسه زمل. طب شد حيلك بقى بطل. طيب يعني انت ثانيه ثانوي يعني لسه قدامك فرصه تخش جامعه. يعني لسه قدامك ثالثه ولسه قدامك يعني لسه اقصد اقول ان انت لسه صغير لسه قدامك حبه لسه قدامك حبه حلوه كتير. حبه حلوين قوي اول ما تفكر ان انت تحترف. بس هو الفكره انه الاحتراف مش هدف الاحتراف. لا الهدف الخبرات واكتسب خبره وانا عايز لسه صغير في سن صغير هتفرق معايا كتير قدام. طيب انت بقى مع منتخب عندكم ايه الفتره الجايه؟ عندنا ان شاء الله افريقيا في شهر 8 تقريبا. في مصر ولا فين؟ لا لسه مش عارفين الصراحه لسه ما حددوش. ودي هتاهلكم لبطوله العالم ولا هتاهلنا لبطوله العالم ان شاء الله السنه اللي وراها. انت تحت كام 17 19؟ احنا كنا تحت 19 السنه اللي فاتت. السنه الجايه من اول افريقيا الجايه دي هنبقى تحت 21. انت هتلعب مع 21؟ لا هو منتخبنا هيبقى اسمه تحت 21 هنبقى 2005 2006 واحنا كده منتخبنا خلص خلاص. انتوا خلاص خلاص احنا اخر افريقيا لينا واخر كاس عالم لينا كان الاخرانيين دول. بس انتوا لسه تقدروا تلعبوا تحت 21 ولا لا؟ لا هي المسميات بتبقى هي بتبقى مسمى بيقعد سنه وسنه. افريقيا مثلا وكاس عالم كده دول 19 كده هو خلاص خلص يبدا افريقيا تاني وكاس عالم تاني 21 هم اللي عليهم دول. انتوا خلصتوا خلاص كده خلصنا احنا لعبنا 19 ولسه 21 بقى. لسه انت بالنسبه لك 19 انت بتلعب 17 لسه؟ لا ما ده في المنتخب لعبنا 19 ولسه 21 لسه 21 تمام. وانت هتلعب مع ال 21 باذن الله تمام ان شاء الله متوفق باذن الله باذن الله. طيب الفولي بول انت بدات بالصدفه. طب خلينا نشوف محمد بدا ازاي. بدات بالصدفه برضه؟ لا 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 انا بابايا كان بيلعب اصلا فولي وعمي والعيله كلها بس كان بيلعب في الاهلي وفضل فتره كبيره يلعب في الاهلي كبير قوي. ما شاء الله. بس فلو انا كنت داخل انت كبير يلا. ولا ليك حد؟ لا لا انا اصغر حاجه في العيله كلها. في اكبر منك؟ في اكبر مني. مين اكبر منك؟ اخويا اخويا الكبير احمد واختي اكبر مني برضه باربع سنين منا دي اللي في النص. طب كويس يعني هم كلهم كانوا بيلعبوا فولي بول. فانت رحت طالع وراهم في البيت. انا بقى دخلت والله يعني كان عندي كنت عايز العب لعبه ثانيه مش فاكر هي بصراحه. ايه بقى اللعبه الثانيه؟ كنت عايز العب هاند. لعبك الهاند بيجذب اللاعبين عشان المنتخب. بحب اي لعبه فيها خبط تخبيط. يا ابني انت بيجي لك بس انا جت قصاد واحد صاحبي. انت في التشكيل وجالك اسمين عنك يا حبيبي. يد ايه اليد دول بيشرحوا بعض في الملعب. الفولي بول ميزتها ان انت بتستخدم حواسك وكل من غير ما يبقى في احتكاك. بس مع ذلك بنشوف اصابات صعبه جدا. يعني مش احنا بننط كتير في الهواء فوارد انك تنزل غلط وارد ان يحصل اي حاجه حد يخش فيك زي ما دخل فيا كده. ربنا يسترها معاك. وانا عمري ما هنسى اصابه ميلان في بطوله افريقيا لما نط وضرب ونزل برجله على الـ على الـ على المدافع صليبي. هي مشكله النط كتير يعني. بص هو نطت لوحده ومتخيل نازل لوحده فوجئ على الارض حاجه في رجل نازل عليه. فالقصد اقول لك انه بالرغم ان الفولي بول ما فيش احتكاك بس اصابات الكتف خطيره جدا. كتف كتير قوي. كتف صوابع بتتقطع عادي جدا. دي حاجه طبيعيه في البول. حاجه طبيعيه. ده كل لعيبه عندها اصابات في الصوابع. عندي قطع في الصباع خلع في الصباع الحاجات دي عادي اللي هو يعني عادي بتتلزق وتلعب مش مشكله يعني. الصباع ده متشوه اهو. يعني صوابعك صوابع وريني ايدك الثانيه كده. لا لا دي ثانيه وحشه عادي. دي تضرب بيها مشوهه. ايوه انا برضه نفس الكلام. ايدي اليمين غير ايدي الشمال يعني ده بايظ ده لسه لحد دلوقتي بايظ وده نفس الكلام. الله اكبر. انا عندي صباعي ده ما بيتقفلش لحد دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. لا تمام لا خليك زي ما انت. الله اكبر. انا سعيد بيكم جدا يعني ونورتوني وشرفتوني الف مبروك. اتمنى لكم طبعا مزيد التوفيق. وانا سعيد بيكم طبعا شريف يوسف نجم الفريق ونجم منتخب مصر. بشكرك نورتوني وشرفتني. نور حضرتك. محمد ياسر نورتوني وشرفتني ومستنيك المره الثالثه ان شاء الله بعد الجمهوريه ان شاء الله.
اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع فريق النادي الاهلي 19 سنه الكره الطائره واللي فاز ببطوله المنطقه. وبالمناسبه خليني برضو يعني ازف لكم خبر ان 17 و15 كمان فازوا ببطوله القاهره، وده الحقيقه دليل ان احنا الحمد لله ماشيين صح وفي شغل في القطاع. نتمنى كل التوفيق لباقي الفرق سواء رجال او سيدات او ناشئين وناشئات. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الأبطال.